السلام عليكم، اهلا فيكم في سوالف جديده. هذه اول سلسله راح نسميها سوالف بودكاست. راح نحاول قدام ان ننزلكم هذه السلسله في برنامج بودكاست او جوجل ميوزك، صح؟ بودكاست سوالف، المهم راح نسميها كذا ونشوف الموضوع المهم ونحطه فيه. راح نتكلم عن اشياء دردشه خفيفه، راح ناخذ اسئلتكم من نفس الفيديو هذا والبودكاست القادم راح نجاوب عليه. ناخذ السوالف او الاشياء، اختصارات حق الاشياء اللي صارت قدام، الاشياء اللي نقدر ننتظرها يعني قدام معاكم. ف راح نحاول كبدايه. اوكي، اسف اذا كان الشيء ما في كويس، يعني ما راح نقطع الشيء. اول شيء البدايه في اليوتيوب نحاول ان ما نقطع اي شيء، لكن اذا كنت تبي تشوفه باختصار يمكن في المستقبل نزلناه بودكاست، راح يكون روابطه تحت الديسكربشن وبرضو يكون مختصر هناك، مقطعين السوالف مجزئينه. لكن في اليوتيوب راح يكون كامل كذا، يعني مثل ما تقول سوالف بيني وبين علي، مش بيني وبينكم كذا في كاميرا. راح ناخذ البدايه معاكم عن السوالف اللي صارت قدام او اللي صارت قبل. AMD سوني بس AMD بلاي ستيشن، عامه البلاي ستيشن هو التير داون. والكلام اللي طلع اليوم عن الباكورد كومباتيبلتي الالعاب القديمه مثل 4 اللي تشتغل على 5. اوكي يلا نبدا البدايه. AMD ايش اللي صار مع AMD وش اللي نزلت؟ اهم شيء انه بتدعم بي سي 4، دعم بي سي 4 من السنه اللي قبلها، بس هذا الحين النسخة الكمبيوتر اللي بتبني عليهم الموبل اللي بتدعم، يعني خلاص ان AMD دعمت البي سي 4 في الموبل. اوكي، فهم الحين هم AMD هذه هنا بس عشان انتل قصدي دعمت اللي هي بي سي في الروكت ليك الموبل مالها الحقيقة. فالحين AMD بتخش معاهم بهذا الشيء لانهم ما دعموا، هم دعموا على الديسكتوب بس ما دعموا على الموبل. اوكي، الحين بيدعمون على الموبل. طيب للسرعة اللي هي الاسستيات. طيب في الموبل نعم بالعوايد، لان في الموبل ما تقدر تشبك جي بي. اوكي، وسوني شو اللي صار معاها؟ سوني تير داون. وشفت التفصيل؟ اي شفت التفصيل يعني يبي له تقييد. اول شيء ما عجبني، يعني هو عجبني الفيديو انه مريح، تحس انه مدير ذا الهاردوير عندهم اللي فتحها. اي الفي بي برودكت انجينيرنج. اوكي، فتحها كذا تقسيم كير. شو اللي حسيت فيه؟ شو الاشياء اللي ما عجبتك فيه؟ اللي ما عجبتني في شغلات مو بفهمها، انهم بالعوايد فيديو اديت مو بكل البلوت شالوهم وشغلات. اوكي اي لازم، في شغلات مو بفهمها مثل الفاكيو الدس كولكتر بورت، ما ادري الدس كولكتر فتحه تجمع فيها الغبار وتجي بالمكنسه وتكنسه، يعني انت اذا فتحت البانلز اي هذا تفتح لهم في بانلز من يسار الابيض اللي تنسحب طبعا. ما مرنا الا في جهه واحده، ما ادري اذا في الجهه الثانيه موجوده، بس في فتحتين تجمع غبار بس تجي تكنسه. بس هاي تكنسه ايش مسوي؟ نفس المكيف اشيله وراح اغسله فلتر. هذا بالعوايد يصير في البي سيات والكمبيوترات في فلتر. فلتر تشيله تنظفه او تغيره. طيب بس ما ادري شلون سواها، ما مروا اصلا الاير فلو بالضبط. هو ندري انه طيب انت تتكلم ينسحب من فوق ويطلع من تحت من طيب وراء. هو خروج الهواء تحس انت ذاك اليوم قاعد تتكلم ان ليش يحطون الاكس بوكس ما شنو في مكان ما في تهويه عادله او شيء. طيب يوم فتح اذا ما تحس ان الاغلاف يضرب الهواء برضه، الهواء ما يطلع عدل؟ اذا كنت بتدقق على هذا الشيء ليش ما دققت على هذا الشيء؟ اي غلاف بالضبط؟ يعني الحين هو المراوح وهي تطلع مراوح المروحه هنا، المروحه اللي شفتها انا يوم فتح الجهاز المروحه صايره على الابيض، يوم فتح الابيض المروحه فيسنج ذا لا لا افتح الصور انت شلون هذا كان كلر كذا. طيب والمروحه هنا، المروحه كذا فوق. اي فوق كذا، والكلر المروحه يعني دقيقه بنزين. المروحه عندك انت ما انتبهت يمكن عدل، لكن المروحه عندك انت ما في شيء يعني يطلع ما فيها في فتحات كذا. اي فتحات اوكي. اي هذا الفتحات لكن الهواء ما راح يضرب، يعني الهواء ما يطلع سيده، يطلع يضرب على الابيض ويطلع كذا. الهواء ينسحب من فوق ويطلع من ورا، من عند الاتش دي من باور سبلاي والاتش دي ام اي من تحت. اوكي، فالاير فلو كنا اسك نوعا ما. اوكي والشيء الحلو طبعا لو اي حد عنده مروحه يقدر يجربها في البيت عنده، انه لو تشغل مروحه وتقربها عند الجدار تشوف تعرف اللي تضعف وصوت يزيد احيانا. اوكي فهم الهواء اي صوت
فهم خلوها كذا في النص، تدور من جهتين، تسحب من الجهتين، اسهل للمروحه، والمروحه ترى كبيره، ما هو يعني ما هو صغيره، كم لازم 145 135 كبيره كذا مروحه، وتسحب من الجهتين، هذا سلسة حركات الصوت اقل. هم لو انهم طلعوها ولا الكلر كان اكبر ولا هذا يعني كان كان يعني الصوت يعني بيصير اقل. بس انت عندك خيار انك لو تشيل ذا على كل كلر هذا اقرب شيء نقدر الغلاف حق لو تشيله، الغلاف اللي حاجه تشيله احتمال ممكن يصير ابرد، لو تقدر تشيله عارف تستخدم الجهاز، الهواء يمر كذا يطلع من وراء الهيت سينك، الهيت سينك اللي ورا شفت الهيت سينك حوا تقريبا اكثر من ربع الجهاز. الهيت سينك، الهيت سينك اللي في البدايه صاير فوق بالحاله زياده، يشبه الهيت سينك مال البي اس سليم، البلاي ستيشن 4 سليم اذا ما خبرني. اوكي بالضبط، تحس انه بوق. اكبر شيء حطاه ليكويد ميتال. اوكي وثاني شيء خلينا نتكلم عن الليكويد لو شوي، الاير فلو ما ندري عاد كيف بالضبط، هل انه يمر من الجهه، يمر من المذر بورد من الجهتين يسوي لها سبلت، لان الموضوع الغريب ان الرام ما هو مع الشيب، الرام تحت الشيب ولا تبريد لها تحت الشيب بالضبط، هو نفس التوزيع تعرف توزعونها ويسوون اللي هي لينز يسمونها تريسز في المذر بورد للشيب نفسه للاسوسي، بس مو بحطينها فوقها حاطينها تحتها نفس البلاي ستيشن برو، بلاي ستيشن برو سواها نفس الحركه. هل ان انا اتوقع ان الاير فلو لان يخش بينهم الاير فلو يمر كذا يمكن فوق وتحت، لان حتى الجهه الثانيه لو تشوفون التير داون فيه هيت سينك صغير على على الكنترولر وعلى الرامز، وهذا فيه هيت سينك صغير كذا يرجع لورا. اوكي الكنترولر بعد كنترول كل شيب بحالها كانها اي 5 ولا اي 7 كبيره الشيب الحال، هو الداي مالها الداي كان المعالج جوال كان اسوسي مال جوال، لان اول مره اشوف كنترولر بداي وانا حق اللي هي كنترول حق رام او ما بحق رام حق الاس اس دي بداي، ام بالعاده الكنترولر يصير عليه هيت سبريدر. اوكي طيب ومحطوط عليها بعد ثرمال كومباوند محطوطة، يعني كل شيء حاسمين عليه تبريد. هذا عندك هذا الغريب بالضبط، لازم احنا اذا سووا يعني نشوف اليوتيوبرز اللي يسوون تير داون عدل واللي يحطون تحت دخان كذا يورونا كل اير فلو اللي يمر وغيره كيف يسوي لك، انا ابي اعرف بعد بالضبط كيف ذله هو مال الدست كيف يشتغل. اول مره اسمع هذا كيف يشتغل، كيف الدست يروح هناك مع الاير فلو، ليش ما يكمل يدخل داخل؟ هو الاير فلو يسحب من جهه الدست، الحين لجاك الحين الحين هنا في غبار، عرفت شلون؟ الغبار ما راح يجي هنا، الغبار خفيف يروح مكان السحب، يعني يجي هنا نحن ما نحس فيه، اي هذا ينسحب من هنا ايه؟ ويمر داخل في النهايه هناك في نص يعني البادي مال البلاي ستيشن في فتحه كذا مثلثه غريبه وفتحه، يعني الدست راح يخش بعدين يتجمع تحت، بس في فتحه كبيره كذا يقول لك بس شوف اشفط من هنا ويطلع الدست. يعني الحين انت تفهمني ان الدست راح يخش تحت، ما معي خلها المراوح راح تخش، المراوح راح تسحب، ما يفيدنا الحين الفاتح، انت شفته عشان شوفوا الاشياء، ما راح يفيد علي، ما راح يفيد. اوكي ما راح يفيد، الحين المراوح موجوده، الهواء يخش راح يخش داخل الجهاز، ايه ما خلوا السحبه من قبلها، إذا قصدك الفلترة؟ إيه يعني في بيخش، يعني في احتمال إن المروحة نفسها يصير فيها غبار، لأن الدست اللي جمع البورت اللي المدخل اللي جمع الدست بعد المروحة داخل في البادي، وهذه تغنية. شلون تغنية؟ هذه شيء حركة حلوة، هي حركة حلوة، لأن في ناس كثيرين يشتكون إن البلاي ستيشن مالهم يجمع الدست الهيت سينك المروحه ويضغط عليهم يرتفع حرارته ويختربون. ليش خلاه يخش في البلاي ستيشن البدايه؟ ليش ما صار من البدايه؟ ليش تخلي الغبار حتى لو انشال وراح نتجمع، يعني ليش ما حطوا فلتر اي من البدايه؟
انت 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 خليت خليته يخش ما في ما في كونسول ما في كونسول في فلتر اي ما رحت انت لجمعته تحت انت انت تجميعتك ذي انت بس لا هو ما هو هذا فتحه يفرق الهواء عن ال يفرق ال يوخر عن الاير فلو الدست يتجمع بالحاله أوكي. ما يخرب الاير فلو اوكي احنا مشكله ان اذا تجمع الحين جمعته هنا هل راح تجمع 100% مستحيل دست يعني غبار ما راح تجمع في 100% مستحيل في راح في راح يوقف ما ندري عاد كيف يشتغل اوكي خلاص خلاص اجل الموضوع ما هذا ما ادري يعني كيف يشتغل ايه زين لو الموضوع الثاني شنو هو اللي بعد لو يروح دي الثرمال اللي هي ليكويد ماتل ايه ليه ليه لما قلنا نحطه ليكويد ماتل اول شيء انه قبل تقريبا كم شهر طلع اللي هي بيتن حق سوني حق ليكويد ماتل قبل كم شهر واستخدموه او كانوا يستخدمون عليه بس شكله توه او يمكن مسجلينه بس توه يطلع للبابليك ان البيتن مالهم حطوا كوب كذا غطى على الداي على الشيب كامله اوكي وليكويد ماتل بعدها فوم وبعدها بالمضر بالهيت سينك مضغوط عليه طيب ايه لا عشان عشان لا يطلع لازم يقولون انهم كانوا يشتغلون عليه من 2015 ليكويد ماتل عشان يصير آمن لأن تعرف اللي كود ماتل يأكل السيليكون لو طلع يسوي التيموس طيب. لأن غاليوم وغاليوم كونتاكتيف وعالي فا أوكي الحين وهم تعرف دي هم باقي المشاكل كثيرة في مو بس الكونسولات في الأجهزة كلها إن الجهاز يقول مرتفع حرارته بس ما يبخ هو حار لأن الحرارة متجمع عند الداي بسبة الماتيريال اللي يستخدمونه عشان ينقلون الحرارة اللي هي الثرمال انترفيس يصير ثرمال كامباوند هذا عن وين ذي في الأجهزة يعني رخيصة يعني في يعني الكونسولات الكونسولات دائما يستخدمون ثرمال كامباوند رخيص فهو دائما الجهاز تشوف مثل السوني مالي ما يبخ هو حار بس شغال بقوة لأن الحرارة كلها على الداي والمعالج يقول أنا محتر بس ما لأنه ما ينقل بسرعة لأن ثرمال كامباوند رخيص وينشف بسرعة وكل الريفيوات حق الكونسولات اللي في التاريخ يشتري لك جديد خاصة بلايستيشن 4 بعد يوم ما طلع اللي يشترونه جديد هو هذا الدي 1 يفتحونه الثرمال كامبو ناشف لازم ناشف لازم ناشف ما مرة شفت كونسولت تير داون جديد ما بناشف كله ناشف طيب فهذا يوخرون الحرارة بسرعة المروحة اللي هي صايرة فري فلو اللي تسحب من الجهتين كبيرة فيعني تدور خفيف وتدف هواء كثير توخير أو الغبار تخلي على جنب لا الغبار غير الغبار بعد يساعد مع الوقت تبعيد الحرارة عن عن الداي بسرعة هذا كله يساعد إنه الجهاز يطول عمره الله ويصير ما بقول سايلنت بس على الاقل صوته خفيف جدا بس هنا انت بيجيك في نوفمبر خله هنا انا ده حطه هنا اذكر لا في نوفمبر في الثلج حطه هنا وشوف والفي اللي هي اليابانيين خله ما ينكسر من داخل الاصل من الحراره يقدر يبعد الثلج ها يقدر يفرق الثلج على الارض من قوه الحراره اليابانيين في يابانيين يوتيوبرز راحوا واستخدموه جالسين في الغرفه 30 سلسيوس مع الكاميرات واللايت يقول لك ما اقدر اسمع واجد واذا حطيت يدي على البادي بارد بس الكلام عاد قبل التير داون ومع التير داون درينا كان في اشاعات كثير وصور ان البادي ينفتح هذا الصور إيه بس مع التير داون درينا هذا ينفتح فيمكن انهم بس لابسين الشاصي من برا ما يفرقون الحراره يعني هذا جزء خارج اي صح طيب الحين تتوقع انت الاشياء دي الحين اللي صارت حق بلاي ستيشن انت تقول انه ما في حراره على كلامهم ما في صوت هل تقيسه على الاستخدام الطبيعي بعد سنه مع الالعاب الالعاب اللي بتنزل بتاخذ الادفانتج حق او بتاخذ قوه الجهاز صحيح بعد سنه او بعد سنتين هذا المشكله انت تتكلم يعني مثلا انا اكلمك جوالك انا اكلمك كبرامج السنه هذه والسنه الجايه اتكلم عن الايفون مثلا البرنامج نفسه اداءه ما راح يقل من البرنامج هل بلاي ستيشن والقوة البرامج بعد سنة بعد سنتين يعني أي لعبة نزلت الآن حتى وإن لعبة مصنوعة للبلاي ستيشن الآن
ما راح تكون نفس اللعبة وقوة اللعبة اللي متصنع حق بلاي ستيشن هو لو 5 اللي بينزل 5 بعد سنتين. يعني الآن الكلام والقوة اللي الحين نتكلم عنها بمئة في المئة قبل 5 سنوات أو 6 أكثر لراحت يوم نزل بلايستيشن 4 كان الناس يتكلمون عنها ما نسمع صوتي يعني في أصوات كويسة. لا لا يوم يوم أصلا بلايستيشن 4 كان كان جت صوت يعني أوكي طيب بس إن الألعاب والأشياء دي ما زالت عليها الحين في آخر أيامه مع قوة الألعاب زي. طيب زي. هل في النهاية شلون بتوصل حق بلاي ستيشن؟ أنا متوقع أن بلاي ستيشن هو لا هم المشاكل الكبيرة عن في البلاي ستيشن نفسه أن الثرمو كامبون ينشف يبعد حرارة الكولينج يصير بطيء هذا الأشياء دي الأشياء اللي أنت في يدك ما تقدر تسوي فيها شيء لكن أكلمك عن تطوير المطورين لحق الألعاب اللي تهلك الجهاز لا كيف مثلا في إكس بوكس إكس بوكس شلون الجهاز يستخدم القوة كاملة يعني حتى لو إنه اللعبة مالت الإكس بوكس سيريز إكس فيستخدم القوة كاملة كل 12 تيرا فلوب كاملة تستخدم في البلاي ستيشن لا في البلاي ستيشن إذا ما في نسخة إذا ما في تحديث أو نسخة للبلاي ستيشن 5 يستخدم اللعبة إذا كانت قديمة مثلا بلاي ستيشن 4 يستخدم على بلاي ستيشن 4 يشغلها على بروفايل حق بلاي ستيشن 4 برو أوكي. إذا ما في بروفايل حق بلاي ستيشن 4 برو يشغلها على بلاي ستيشن بروفايل 4 بلاي ستيشن 4 اي وجيم بوست هذا محطوط في بلاي ستيشن 4 برو مع تحديث حطه بس هل بيرفعونه تكلموا بيقوون الجيم بوست عشان اذا صار في لعبه اللي هي ادابتيف ادابتيف كولينج ادابتيف ريزولوشن الريزولوشن يرجع وينزل على حسب انت المكان اللي فيه إذا شغلت الجيم بوست بيحاول إنه يمكسه إذا شغلت الجيم بوست بيحاول إنه يستخدم قوة الجهاز كاملة. الريزولوشن كيف يعني مش لا كيف أدابتف ريزولوشن؟ أدابتف ريزولوشن في ألعاب فيها أدابتف ريزولوشن. يعني 4K يعني كيف يعني ينزل يصير فول إتش دي ويرجع مرة ثانية؟ لا يعني ينزل يصير كوار ينزل يصير شغلات كذا مع إنه ما في 4K 4K على بلاي ستيشن 4 حتى برو. طيب. ف هذا الجيم بوست وقام يقولون انه في شغلات انهاسمن ما انهاسمن بيعلنون عنها بعدين في المستقبل قريب لان باقي اليو اي و مثل كاكس بوك اكس بوكس خلاص اكس بوكس يستخدم كل التيرا فلوب على كل لعبه ومع اللي هي الاوتو اتش دي ار وكل شيء يعني يستخدم قوه الجهاز كامل على كل لعبه يعني في ناس يشغلون العاب الاكس بوكس الاوريجينال اكس بوكس يعني العاب بلاي ستيشن 2 شغلوها على كان اللي هي 700 بي ولا ما ادري وش الالعاب قديمه على اذا صار اللوك فريم لايس عادي يوصل 60 120 عادي ما في اي اللعبه قديمه ويقول لك سموث والاتش دي ار مالهم ممتاز جدا الا في بعض الالعاب مثل فالوت 4 هذا الديجيتال فاميلي يتكلم عن فالوت 4 لان فالوت 4 ما فيها الا كم اللون كله من الالعاب الدول انوارها الالوان فيها طافيه والاوتو اتش دي ار شو يسوي اوتو اتش دي ار يحول الى زي اللي هي ثيرمال كاميرا ويشوف الاماكن الوانها قويه والوانها غامقه ويرفع هذه وينزل هذه ويقول لك ويقولون انه خطير انا الفيديوهات اللي شفتها طبعا ما كانوا اتش دي ار الفيديوهات بس انا اللي شفتهم من الفيديوهات اشوفها يعني كويسه قبل وبعد كويس يعني رفع الانوار رفع اللي هي الالوان في الاماكن سوني تقول ان عندها شغلات بعد حق تقوي الالعاب ما العاب هذه بس يمكن مع اليو اي بيطلعونها عندنا بعد الان في ام اي اس اس دي مالهم السلوت الاكس بوكس نيك الاكس بوكس كاستم ذكر في خصم عليه توي فاتح اليوم 10% 10% اذا لحد يشتري يمكن نروح الخصم اذا نزل فيديو هذا عليه خصم ولا بعد ينزل بس ال NVMe SSD مال بلاي ستيشن اعلنوا الحين وروا الحين اللي هي المدخل والناس قاعدين يفكرون يقول لك لازم يصير في اكتف كولينج لازم يصير في كولينج لا يعني ال SSD خاصه اذا كان بيستخدم قوته او ال PCIe 4 بيدعم 7 جيجا بتستخدم 5.5 جيجا نوعا ما السرعه يعني ما بهين بتستخدم بسرعه قويه ففي فتحات خفيفه لو تشوفون يمكن هذا التبريد ناس يقولون يمكن الشيلد نفسه مبرد وفي أمس تقريبا WWD Western Digital شفتها
شفت اللي نزلت امس ايه اليوم الصباح اللي شفته اللي هي SN850 شفتها حاطين انها يقولون انها بلاي ستيشن 5 بس حاطين استركس اشوفها هي في استركس اوكي خلاص يعني ما قالوا بلاي ستيشن هم انها تدعم هم اللي قالوا انها تدعم بس يعني ما في الا كم من اس اس دي يدعم يعني يا هذا الاس اس دي هذا الاس اس دي هل لازم ياخذون لايسنس من لا خلاص بس كيف لا بلاي ستيشن قبل تقول احنا بنقول لكم تشترون هم بيختبرون ما ما ما, ما هم بيسوون الاستات بيختبرون خلاص اذا نزلوا بعدين خلاص مالك بتختبر عشان اهم شيء انه ما في شيء لازم يدعم فالشركات تبدع من ذا الشيء يعني الشركه الحين شو اسمها هذه الشركه وستر ديجيتال اي ما راح تسوي شيء غلط وتطيحها في ذا الشيء ما اقول لك الان لكن لو تعسبها بعد ما ينزل بلاي ستيشن بشهر بس لازم ثلاثه بس لا مثلا نقول لك اذا كانت الشبات بزاويه معينه ولا باماكن معينه ولا بطريقه معينه يمكن الفلو ما يصير عدل تبريد الحراره اذا نزل راح نعرف كل شيء تبريده بالحاله من نفسه شفت اللي مركبين عليه بس دخل الهواء لازم يشم الهواء هذا لهم مكان معين ف وتسكره بعد يمكن ما في تبريد ما ندري احنا انهم ما بعد يتكلمون فما في لكم من اس اس دي موجود عندك هذا الاس اس دي وعندك ال 980 برو مال سامسونج وعندك اللي هي الراكت مال سابرنث مدري الشركه من طلع سابرنث ما معروفه اوكي سابرنث هذا عندك اللي هي الراكت مال ما في ساندسك تضلات ساندسك ما عنده وفي عندك الحين هذا مزون احنا جالسين على الاكس بوك بلاي ستيشن في تغريده حق اكس بوكس يو كي بعد التير دا مال بلاي ستيشن تعرف اللي تفتحه وما تكلمنا عن صج الستاند اللي الناس بيضيعونه فكوا رجعوا حط عشان تحطه تحط اول شيء البط تحطه داخل وتطلع الكاب وتسده وترجع تحطه من تحت البلاي ستيشن تحطه الكاب بعد كيف تطلع الكاب من الحفره بعدين هذا اللي جابه هو دخلته اذا دخلته كيف تطلع ما حد تكلم او دقيقه هو اذا كان جلده خلاص دبر نفسك تقدر رابر تقدر تطلع ظفرك ولا بسكروب تقدر يطلع بس اذا كان مثلا زي غطا اللي هي السويتشات الكهرباء لا هو رابر لا صار رابر خلاص لا شكل بلاستيك تدف دقه وطلع عادي لا يمكن تحط سكروب شيء ولا ود بعدين يتقطع شكله واو ولا ما تقطع خلاص اخترب بلاي ستيشن ما بقدر لا 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 ما فكروا فيه ولا مغناطيس يمكن فيه ولا شيء لا تركبه والله العظيم لا تركبه لا اذا ملي. اذا ما ينفع كذا ما في الا طريقه اللي هي اللزقه تحط لزقه وتسحبها اوكي او ثاني شيء بعد اللي بيرفع ضغطي انا عند خلق الله اذا شفت اجهزتهم لازم اول شيء تركيب البولت تحطه يعني عادل في ناس كثيرين اتوقع بس بيحطون الستاند كذا بهدونه بيقوم يطيح اذا ركبته كذا اي بس يحطه بهده وعندك بعد اذا بتركب الستاند وتخلي يعني المنبطح البلاي ستيشن عندك علامات البلاي ستيشن على اللوجوز الاكس والمربع وهذا تحطه هناك انا بالتاكيد بروح عند بيت واحد ما اشوف اللي حاطه بزاويه كذا كان طاقيه درباوي اذا رحت لحق بيت واحد أنا شلون يعني بلاي ستيشن تخلط علي يعني لا يعني وين بتروح بيت واحد وين في السعودية بينزل بلاي ستيشن 6 أنا ما تنزل السعودية بلاي ستيشن يعني لا تفكر قدام في المستقبل كثير يعني لا لا خلينا الناس يصيروا دقيقين شوي في هالشغلات لأن الموضوع شف لأن اكس بوكس صار الحين سهل اكس بوكس بشتري اس اس دي اشتري الاس اس دي مالهم واشوف كم خلاص بس انا ما راح اتكلم عن جلوس الجهاز انا لابتوبي حطه في الزاويه هنا باجي الحين لو واحد يخش يظهر اني حطه على جنب مركبته عدل ما حطته كيفي ما حطته على الطاوله جالس موجود الجهاز لا احنا ما ندري بالضبط يمكن يضرر الشاصي يضرر الهيت سينك ولا شغله اذا ما حطيته عدل ثاني شيء لازم تدقق بعد الجهاز لا تروح او انت دقيقة الحين دقيقة كلام حقك اللي تقوله الحين أه. هل في اشخاص ثانيين كذا برضو في وشو يعني في الالعاب وذيلي الاشخاص انه يتكلم ان احنا ما ندري الشاصي هل قوي ما ندري يعني بس هل لهالدرجة في ناس لان في ليكويد ميتال اوكي معلي علي اذا 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 ينعفط الشاصي واجد ولا شغله يمكن ليكويد ميتال يطلع انا اكلمك الحين الاشياء اللي تقولها انت في فيديوهات ناس يتكلمون زي كذا ما مرت علي أنا بتكلم ثاني شيء هل أنتوا توقعت الجيمر يعني هالدرجة اللي يتكلمون إنه يعني يعملون البلاي ستيشن أكثر من عيالهم
لا 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 اهتمام الواصلين ما بعلم ما توقع ان الشخص اللي تقدر تحطه كل وجه والله العظيم انه حطه في شفت الدرج حقي كذا حطه في الوسط وسكها خله يحترق داخل ويشتغل والله العظيم ما ادري المواضيع اللي تكلم عنها وثاني شيء احنا بنعرف ليش ما يرضى لك تحطه ليش ما يرضى لك تحطه على الارض بس كذا بدون ستاند بدون شغله قال لك تحطه ما بيرضون قالوا لا ما قالوا ما يرضون لك انت حين دخلته في بالك وخليته ما يرضون بلاي ستيشن اول ما انصنع ما كان يعني اذكر انا بلاي ستيشن 2 ايه. اول ما شريته كان في قطعتين لونهم كحلي ينحطون عشان البلاي ستيشن واقف الستاند يبيعونه سوني ايوه هم في الاعلانات يحطونه موجود عندهم بس سوني قامت تقول تحتاج لازم تستخدمه وهذا موجود في الصندوق اوكي تحتاجه تحتاج انا الحين قبل شوي توي ذاكر قلت لك يعني قالوا تحتاجه لازم لازم تستخدمه لازم بتوقف لازم تحطه كذا لان تحت في فتحات اذا صار واقف في فتحات هواء فتحات لان الباور سبلاي بعد ما يمر فيه لان البلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 برو هذه الهيت بعد الهيت سينك يطلع من ورا ويمر على الباور سبلاي برد على الباور سبلاي الحين الباور سبلاي ما يمر عليه الهواء الحار فما ندري شلون يبرد الباور سبلاي في فتحات تحت صغيره يمكن هذا حق الباور سبلاي في مروحه يمكن صغيره فخلاص واذا انا اقول اوكي بس اذا بتحطه كذا اقول اوكي تحتاج عشان تثبت عادل وفي فتحه عشان الفتحات بعد اللي تحت بس ليش ما يرضون يحطه كذا ما ادري لما رضون انتوا بالنسبه لكم خلاص خلينا نسدقوا اكثر على سالفه القاعده وباقي هذا بعد السي دي مدخل السي دي معزول حتى البلوط المداخل محطوط عليهم رابل عازل عن الاهتزاز وعن الصوت عشان لا تسمع الصوت مدققين فيه زياده ومحطوط يعني مكان تحس انه صج افتر ثوت تحس انه ما فكروا فيه لكن ما فكروا فيه لان في اشاعات انه يقول لك انهم شغالين على الديجيتال اوكي الحين تتكلم بيجي كذا ما اتوقع ان افتر ثوت لان لو بتقول لك ان افتر ثوت الشيء انا اشوف الان سيارات الدنيا كلها حتى سوني سيارات اللي عندها حرف الاسم لا مرسيدس الشاشه مركبه بعدين انا الحين اقول لك افتر ثوت في جميع النسخ الان في سيارات الديزاين اوكي هذا الديزاين حق مرسيدس ديزاين بس لا هو محطوط مكانه كذا محطوط فوق لدرجه انه اصلا ما في بلوط ثابته البلاستيك القطعه اللي فوق اللي بعد اللي على المذربورد هي اللي ثابته احس ان الحركات دي كل الشركات قام ما ادري يمكن هذا الستب انه خلاص يبدؤون الاشياء اللي قلت لك اياها من زمان خلاص السي دي يوقف في العالم يمكن بلاي ستيشن 6 يوقف خلاص السي دي الحركه والحين... اللي قاموا يسوونها هذا انت انك تتكلم عن داخل شلون بس من برا اوكي في شوي مكرش شوي من برا ومشيها كل الحركات كلها يعني انا بالنسبه لي مرسيدس ولا الشركات الثانيه اللي تحس ان سوى السياره صنعوها لا خلصوا قبل ما تطلع من الجراج اوه الشاشه جيب الشاشه حطها وركبها بعدين برا تحس ان وين احنا في ليش الشاشه مركبه بعدين ليش المسافه اللي ورا والمكان اللي ورا ليش الحركه اي واحد المديرات القديمه هذه الشاشه اللي كانها ايباد كل اكثر ولا شيء ولا الشاشات اللي كذا انا اتكلم الشاشات اللي تكون في نفس البادي من تحت هذا الشيء طبيعي لكن السيارات الجديده الحين الشاشه فيها فاتحه من ورا يعني الحين الشاشه موجوده وهنا في مكان من ورا تحس انها بعدين مركبه كذا مركبه تحس انها ما ادري المهم اوكي المهم الاشكال الجاي كل واحد على راي يعني فيها وبعد عندي سؤال في الهارد درايف نفسه اللي هي الالترا اتش دي هارد درايف اللي يدعم 100 جيجا هذا اعلى شيء من كذا ما في خلاص يعني مفروض اسحب على الموضوع لان اذا اقول السنه الجايه يعني تقريبا اذا قاموا ينزلون العاب خاصه حق الجيل الجاي قريب ال100 هذا الستاندر لان الحين احنا وصلنا 100 وورزون هذا ما بلعبه هذا بس ما بلعبه كامله هذا بس اللي هي الباتل رويال حق كول اوف ديوتي وصلت 250 طيب انزين الحين انا عندي سؤال اذا قامت دامك تتكلم انت عن المية انا بكلمك عن 200 الحين لا العشرة وشو 10,000 تكلمنا عن سيديات وخلصنا الحين طيب 10 جيجا بت ايثرنت ولا جاوبني قلت ما علمني شو اسمه ذيك مربوطه انا من فيلم انا ماني مالي شغل بلاي ستيشن لكن
تحتاجونه. هل جو قلت انا ما اذكر الان تقدر تربط مثلا هارد ديسك، هذه اذا فتحوها هذه الحركه انك تقدر تربط مثلا جسم، يعني تسوي لك انت شبكه خاصه فيك انا ستوريج ولا شو تشبك عليها، ما في موجود. لا لا اذا ما خب... لا ما مر علي كذا. طيب هذا خيار من الخيارات من الديار. يعني قصدك يعني تبي تلعب على هارد ديسك مثلا لا 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 انك افلام سريعه اشياء سريعه تبي تسويها تنقي قبل تفيله ما في ما ندري خلاص بلاي ستيشن خلصنا منه. نتكلم عن الشيء الثاني عندك موضوع عن الاسبوع هذا ولا ما في في خلصنا مش الهم. أوكي. اوكي لا ما خلاص. طيب نتكلم لك عن اشياء الحين اشياء الاسبوع هذا اللي بتصير. ابل الاسبوع هذا ما في مؤتمر ابل. وين بلس متى ما براحتي يوم بدك نسلتها الربوع وبعد ابل بيوم ما ندري. خل الموضوع هذا وين بلس مستحيل طلعت السيارات طلع الاي تي اسمه وما ادري ايش الشيء بس خلها. طيب انا بكلمك احنا ابل نذكر ان تكلمنا عن الاشياء اللي راح تنزلها ابل في المؤتمر وسويت فيديو انا ان بتنزل. طبعا انتوا شفتوا الفيديو الان الشيء الثاني الحقيقي اللي تكلمت عنه الحين. لكن كبدايه ابل قلنا احنا ان هي بتنزل الايفون 12 ميني متى المؤتمر؟ 13 اوكي 14 ايه بعدها بيوم. طيب ابل راح تنزل ايفون 12 ميني ايفون 12 ايفون 12 برو ايه ايفون 12 برو ماكس اوكي اير تاج اوكي ايربود ستوديو اوكي هوم بود ميني. اليوم الخبر طلع قبل 99 احتمال دولار قيمتها اوكي هذا خلصنا من الشيء. الخبر الجديد الحين هذا الخبر اللي نتكلم عنه خلنا الاشياء اللي نتكلم. طبعا ما راح ينزلوا كلهم المؤتمر صارت شيء ثاني. كبدايه لو بنتكلم لك عن الايفون اسعار خلصنا منها. الاير تاج راح تتاجل ابل ما راح تقدر توفر الكميات وما تبي توفر كل شيء في البدايه الحين او ما تقدر تصنعها ممكن. فاخبار ثانيه الحين اللي تكلم اللي قاعده تطلع عن الاير تاج راح تتاخر الى مارتش 2021. جاهزه ايه هي جاهزه ليش ما تبي تنزلها؟ تشبع الماركت يمكن ما يبون يضغطون لنفسهم الفانز مالينهم اللي يشترون كل شيء. قبل ما رحت ما في ضغط الفانز ولا تشتغل في تو فانز بعد الوضع مو بس عندهم شقل احسن من البلاي ستيشن احسن من الاكس بوكس ما راح تسوي الاشياء لا يعني ما يبون يخرفون عليه. ما راح تتكلم عن الاشياء دي كل واحد ولا شيء. يعني في اشخاص بيشترون بلاي ستيشن الشيء الجديد خلاص يطلع جديد لكن ما راح تسوي هالاشياء. اول حاجه تكلموا انه مشاكل في اللانش لانش حق نفس الاير تاكس مشاكل في اللانش بس او ما بعد اللانش بس بالحاله. يعني في شيء ثاني ابل عندها الايباد اير 4 ايش مشاكل اللانش فيها؟ انا اتوقع انه بس اللونش يعني اتوقع انه حتى مشاكل اطلاق وش بالضبط انه ما بعد يطلقونها عشان يصير مشاكل. يمكن ما في وقت سوفت وير ولا لها. ما في مكان لها يمكن ما في مكان اوكي لا يمكن ما في مكان لها في الفيسكال كالندر مال ابل في الكالندر حق البرودكت مالهم. يمكن ما في مكان لها في المؤتمر يعني ما يقدرون يعلنون عنها في المؤتمر. احنا كنا في المؤتمر يعني احنا المؤتمر قبل مثلا ساعه قبل مره بصلت لساعتين يمكن. لكن انت تتوقع ثلاث ساعات خلي يسوون جود فادر تتوقع ان يستاهل مؤتمر يكون فيه شيء جديد غير الايفون؟ مؤتمر الايفون يستحق انه ينزل شيء جديد فيه؟ يعني ما تعلن عن شيء وقف في ما سووا ما اقول لك ما سووه سووه من قبل. لا انا اتكلم يعني الحين المؤتمر هذا الإشاعات كلها أن في برودكت جديد كثير مثل الاير اللي هي
الهيدفونز بنيهم ما راح تنزل برضه. خلينا كم احنا خلينا من اي واحده منهم اللي لو انهم بتصير بيعلنون عنها مثلا، يمكن بيعلنون عنها بس ما بتنزل بعدين يعني واجد بعدهم كم من شهر ولا شغله كذي كذا، يعني اي واحده منهم بتصير one more thing. لأن إذا صار كان في one more thing. إذا لأن إذا صار يعني مثلاً شيء revolutionary وخطير وقوي وهذا وخاصة إذا صار product جديدة حق أبل، لأن بالعودة أبل ما تحط one more thing. لحق شيء جديد. شيء لازم one more thing. One more thing يعني يا new segment. ما بلازم new segment مثلاً اللي هي الآيفون X الآيفون 10. ما في one more thing. الآيفون 10. اوكي الايفون 10 هو ايفون بس ايفون حرفيا جديد من الالف للب، الفكره كامله جديده. طيب راح تتاجل. اوكي خليها اجل تتاجل. قصدك الاير تاجز؟ طيب الاير تاجز ما ما فرقت معي انا واجد ما ماني، بس اذا زين هل بتخسر الفانز حقينها في الاير تاج؟ شخص يعني علي اكتب كلام بالانجليزي كلام في جوجل. شلون كلام بالانجليزي بجوجل؟ يعني في كذا كلمه كتبتها بالانجليزي في جوجل، الكلمه شنو حتى بالانجليزي على طول يطلع لك اياها. Does headphone jack come with the iPad؟ على طول تكتبها. Does an iPad come with a headphone? If you can afford an iPad, you can afford headphones. جوجل على طول كذا جابينها. وش وش هذا أبل؟ أوكي. أو أبل قالتها. Question and answer. فهي الكلمة محطوطة لك في البداية. اذا انت يعني مثلا تقول لك الهيدفونز خلاص، انت اذا قلت افورد لحن الايباد تشتري الجهاز ب 700 800، بتقدر تشتري ب $15 السماعه. اذا انت بتشتري الايفون 800 ب 1100 ب 1200 عندك $99 لحق اذا كانت ب 99 ولا ب 100. اوكي ما لها داعي، يعني ما راح تسوي عبء على عشاق ابل اللي بيشترون. قصدك الاير تاج؟ الاير تاج زين. ثاني شيء الاير تاجز يعني اللي نشوفه احنا يعني الاشاعات كلها انها ما تصل، وما ادري وش تقريبا فيها تشيب ليون وفيها الاشياء السوفتوير ما تصل، بطاريه ما ادري كباستر كبير ويا شغله حق الشحن كويل ولا شغله بس يعني ما ب... بس ما هذه الاشياء هذه الاشياء اللي ندري عنها بالكلام حق، بس نشوف قدام ايش بتسوي. يعني انا اتوقع سعرها لو بتبيعه ما بتوصل ل 60 كذا يعني بكثير حتى 60. لا قبل ما انت ما تبيع لك جهاز بالحالة كذا 60 ما تقدر تستخدمه مع اي شيء. طيب القلم مع ما هو بجهاز هذا القلم تستخدمه مع اي شيء؟ قلم ابل $120 $130 الى عدد ذاك في تقنيات على الاقل. الكيس ب $50 تقدر تستخدمه مع اي شيء. تقنيات كيس شو اللي موجود فيه؟ كيس وشوف بس كيس ايفون كيس كفر ايفون جلد بلاستيك وش $45 تقريبا العادي السيليكون. اها لازم ذاك الومنيوم بتسوي يعني بتقولي بيعون انا قلت 99 100 120 توصل، هذا اقل شيء يعني بسيار. اذا سويت ب 60 فهمتين انا اقول لك 120 لان المشكله انها الاير تاجز من البرودكت اللي ما تشتري حبه بس تشتري كم من حبه يعني واحد المفتاح واحد البوك واحد. إذا خلوها ب 120 مثلا sold out على طول. إذا خلوها ب 60 أو ب 70 ما راح توفر كمية. وفي ناس كثيرين يرفعون ضغط يقولون شوف الاختراع الجديد مال أبل. نشوف شو اللي بيسوون فيها، احنا ما نتكلم. الليك مال السنة اللي راحت كان تستخدم الكاميرا الكاميرا مع اليوان واليوان بيقول لك وتطلع لك نفاحة كذا محطوطة البالون انه موجودة ذاك المكان بتقول لك بالضبط يعني كم متر او شيء كذا. هي لا فتحت الكاميرا والكاميرا توريك الغرفة حقتك كانك تصور غرفة ويطلع لك مثلا بالون ولا سهم من ذاك المكان يقول لك هذه موجودة منك وتخش معك في الفايند ماين. اها
فهذه الاشياء اوكي ما تهمني واجد ولا فرقت معي البرودكت البرودكت ما جديد وما همتني من سنين. انا الاشياء اللي احنا نعرفها الحين بس ابل بتنزلها بزي كذا اذا نزلتها ابل بتنساها لازم ما راح تسوي شيء تحديث ما في تحديثات قدام يمكن ما بتحدث الا 5 6 7 سنين بس يمكن تنزل شيء صغار اصغر اصغر تسوي ميني شيء تنزل بعدين بعد 5 6 7 سنين هل هذا الشيء راح نرجع لي بعدين خلنا الحين خلص من الايربود. طيب ايربود ستوديو يقولون لك ان بتجي اوكي كم قيمتها اجهزه واحده اخر واحده دي ما تصون 349.99 سنت 349.99 سنت 350 أبل تقول لك الجديد اللي بتنزلها 350 350 يعني السعر ومع يعني السعر اللي موجود عليه ده ومع كيف التأقلم مع الايفون ممتاز بس احنا ما ادري هي اي او ما بس الايفون تتأقلم مع ماك لايباد وغيره اجهزه ابل اجهزه ابل التاقلم معها الايكو سيستم التاقلم معها ما راح في جهاز يكون نفسه خصوصا الحركه ال شو اسمها 3 دي اوديو ايش اسمها سراوند اوديو فهذا الشيء. طيب 350 دولار هذا الشيء المعقول ما حد يقدر يقول لا ما يقدر يتكلم بس 350 هذه هذه من اللي هي الهاي اند نويز كانسلينج اوديو كواليتي هيدفونز هذا يعتبر اوكي بس ما اقول لك يا يعني هل ابل بتحط نويز كانسلينج حطتها بالايربودز العاديه الايربودز برو العاديه بتجي لك ذي بس دي بس دي, دي حرفيا هذا ذا تطور الايربودز فما حطوها من البدايه في الايربودز وده اول هيدفونز لهم او ثاني هيدفونز ده حطوها ما راح تخلي 350 راح تنزل تحت اقل اذا ما فيها مثل الايربودز العاديه ب 120 او اقل لا بس هذا هيدفونز ديك مو باير مو بادز دي 100% راح تخش وش بالضبط هي لان ستوديو عند بيتس كانت اللي هي يعني اغلى سماعه عندهم ما هو يعني ستوديو كواليتي كانت اغلى سماعه عندهم اغلى سماعه عندهم يعني اكبر درايفرز يحطون كم كانوا يحطون تقريبا 40 مع ومكس البيس كله بالنسبه لي انا اتوقع ان فيها كل شيء اللي موجود في الايربودز برو انا دي لازم الفئه العاليه يعني ما حد بيحطها في راس اللي يبي الاشياء دي اللي ازيد كان هم اخذ البرو دي اللي حطها هنا عشان النويز كونسليشن الاشياء دي فده بياخذ الحق اشياء على زي المهم 350 دولار لكن ما راح تجيك بالده تشتري بالحالة مع نفس الستاند مال الشاشة لا ودي ما فهمت أنا ما فهمت تخيلتي وش يقول ما يجي معه تخيلتي تشتريها بس الفريم أتوقع أنك بتصدقها صح لأنك لا بس جت لي لكن قلت حطها كذا تسويها بل متسويها ذي لي نفس الستاند مال البرو لاي ماك برو إكس دي آر لا الإكس دي آر اللي بدون ستاند حقها تشتري الفريم بس درايفرز ما في تقدر تحط تقدر تمشي في الشارع وتوري خلقله انك بطران عندك بس فريم حق سماعه ما ادري ايش جت في بالي المهم انا قبت اقول المهم لكن اهم لكن في نسخه ثانيه راح تكون قيمتها ب 599 دولار برو منها يعني ولا وشو اتوقع بيسوي نفس الساعه يعني جولد وستانلس ستيل والومنيوم يعني دي مثلا بتكون يعني السماعة شفت خرباني الامريكان ليش قلت الومنيوم الومنيوم اوكي احنا هذه دي شيء طبيعي ال 350 دولار الومنيوم طيب اسمع ايه هذا نوريهم الكواليتي لان الحقيقه انا السماعه حلوه خطيره ما بحلو انزين خلينا نحمل الشيء الومنيوم بلاستيك ألمنيوم بلاستيك يعني طبعا هذا ذي اللي كانوا يشوفونه خلاص ذي بلاستيك بس اللهم الشاصي هنا حديد يعني اتوقع ان اذا كانت بلاستيك احد اللي موجوده فابل عادي اتوقع ان تقدر تخليه 350 بدون مع ألمنيوم بدون نويز كونسل بدون شيء خلاص نزل زي كذا اذا كانت هذه ب
بهذا التغنية اللي موجودة أبل لا بترفعها ب 600 يمكن تخلي ستاينلس ستيل يمكن تسوي أشياء ثانية لخل... في ناس أبي سماعة بس بعدين فوق إذني أبيها أبي شوف يعني هذه الأشياء هذه خصوصا السماعة نفس ما تقول الساعة بعض الأشخاص يبيها ستاينلس ستيل بعض الأشخاص يبيها ال بس كشخة بس يجرب مسوي خلق أما داخل نفس المواصفات بس السماعة يمكن تسوي فئة ثانية على برضو يقولون لك ما راح تجي في مؤتمر أبل الغالب اللي هو يوم الثلاثاء أنا الحقيقة من ال بنفس هذه بالضبط أنا كنت أبي أشوف إيش بيسوون فيها لأن في الأيام الأخيرة في شركات كمان يبدعون في الدرايفرز وتركيب الدرايفرز يحطون أكثر من عند يحطون مثلاً درايفر واحد تويتر في الزاوية درايفر وسبوبر أبل يعني إيش بتسوي خلينا شيء إذا أنت بتقول بتسوي معدن وهذا بتسوي معدن وهذا خلاص يعني ما فرقت معها الوزن وما فرقت معها الوزن لازم تدققون بر أي معدن يعني مستنسين معادن شلون الست مال إن سوني اللي اشتغلت عليه مثلا الفرق ما بين اللي هي المارك 3 والمارك 4 تنظيف اللي هي الجلد القصة من الجلد والفوم شوي مع وعدلوا الحديد عشان بس اللي هي جلسته يصير الأنزل على راسك كالتسريب اللي موجود وهذا التسريب من ترى كانت وقف ترى كانت الجيل الأول كان جلد شالوا الجلد زادوا بلاستيك وزادوا ده كله تنزيل الوزن عشان بس الراحة اللي استخدموا يعني التسريبات الصور اللي طالعة لهذه التسريبات اللي شفناها فعريضة هنا أبغي لك شيء التسريبات اللي موجودة هذا يمكن ما في شركات أبل بتسوي بالنبليون ما في مين يسار ما في ليفت ورايت حق السماعة أقدر إيه تركبها في أي جهة لازم ليفت أنت تسمع من هنا إذا أذنك هنا يحط عادي تشتغل عند I'm built different هي السماعة حقتك لازم رايت وليفت أول ما تمشي للسماعة بتطالع يمين يسار صح هذه الحركة الجديدة بتسويها أبل هذه بالتقنية إنه ما في ليفت ورايت أنت تلبسه والسماعة تعرف نفسها بنفسها وتربط حزام الأمان تتعود من البيس قبل من نفس السماعة ما شاء الله ما شاء الله هذا التقنية اللي شوي ها الشركة الثانية سيارة تويوتا هذه اللي تشغلها بسم الله الرحمن الرحيم فأتوقع هذه التقنية اللي بتسويها عشان الشركة الثانية يقولون ها هذا الشيء اللي بتقول ها احنا قاعد نسوي زي كذا ما في أحد فكر فيه وما فكر فيه بس بالشركات بالعوايد يستخدمون اللفت والرايت عشان مثل عندك هنا سوني عشان مكان السماعة بتكون على جنب الدرايفر يدخلونها بزاوية وهذا عشان اذنك خوفي انها اصلا ما بتصير يعني شكلها بس حق الاوديو كواليتي ما بنويز يعني ما بنويز كانسلين واستخدام مثلا سفر نفس هذه لان معدن كبيرة وتقولي لفت ورايت شكلها بتصير كبير وايد كأنها مالت جيمينج فشكلهم بيستخدمون صج اسم ستوديو اسم ستوديو شكل سماعة حق اوديو كواليتي يعني انك تلبسه عشان تسمع اوديو كواليتي حق الصوت وهذا السوق خاص فيه وهذا سوق غالي يقدرون يلعبون على كيفهم هناك ثاني شيء السوق اقل من 350 دولار اي ثاني شيء فاذا تنزل ابل 350 دولار على هذا الشيء ثاني شيء اللي هي الاستوديو كواليتي ما في استوديو كواليتي هيدفونز اي توي بقولها بدون واير بدون سماعه بدون سيت اب كامل ابل بتسميه بتخليه بدون واير فنشوف قد سيت اب امب واير بلوتوث البلوتوث الالداك هذا اعلى كودك هل ابل بتقطع بتسوي كودك اعلى بتبث اقوى بالبلوتوث مالها عشان هاير كواليتي تستخدم اليوان اليوان على البلوتوث نتكلم بلوتوث ثاني اليوان شلون ينشبك مع بعض ما ادري يعني حركتها بعد مش بتسوي ما ادري قامت تستخدم انت المفروض اللي تتعرف انا ما ادري يعني بس هي قامت تستخدم كلها تقنيات اليوان هذا اللي قامت تحطها فيه سوني سامسونج بدات في قطعه ثانيه برضه قامت تسوي نفس هذا اليوان او شيء يعني تحط فيها شيء جديد تقريبا عندهم تشيبات هذا ما سألها اسم يعني ما في شيء جديد لا عندهم المشكلة الكبيرة اللي صارت معاهم اللي كان المفروض البادز بلاس لازم يشبك على جهازين الشيب المستخدمين حق البلوتوث ما أدري كان مشكلتهم معاهم مع السبلاير فالشيب نفسه هذا ما تدعم لجهاز واحد فهم أعلنوا عنه يشبك مع جهازين بعدين كنسلوا الموضوع نكمل عشان نرجع حق قبل سواء
الصورة اللي كانت تعلق في الجهاز كان عبد حدثه ونزله شيء حدله ما تكلم عن نوسك سكتها حق وش حق اللي عنده ما أدري والله ما أتكلم عنه. أوكي نرجع تذكر الآيفون شو اللي بيتأخر شو اللي بيتقدم قبل ما تعده إكس بوكس صدق تكلمت اليوم يوم تقول ما بهم الجيم باس شلو بينزلون متصفح. أوكي ما قلت لك أنا من زمان ينزل متصفح. طيب الآن الايفون تكلمنا عنه كبداية الآن وصل يعني الآن يوم الجمعة يوم 9 أكتوبر الآيباد اير وصل في المتاجر أبراهيم. أوكي فهل أبل راح تعلن عن يوم الاثنين كذا بالحالة رفرش هل تعلن عن في المؤتمر وتقول لكم يلا بدأ البيع الحين الآن في المؤتمر وبيوصل حق أول دفعة يوم الجمعة القادم مثلاً ويوم الجمعة الآيباد إير برو الآيباد إير فور ما باعهم لا ما باع أنت وين دخلت وسويت البري أوردر ما باع ما في بري أوردر الآن هم أعلنوا عن في المؤتمر إنه بيتوفر في أكتوبر. أوكي لا يمكن شلو جواب تحدث طيب. المتجر وغير دون طيب. خلاص ويتكلموا او في المؤتمر لانهم اعلنوا عنه خالص يعني قالوا ما يحتاج يحطون له سيجمنت في مؤتمر في المؤتمر بس يقول لك مثلا اوكي الحين الطلب تقدر تفتحه اليوم الطلب يمكن يقول لك الطلب موجود يسحبون عليه او انه يغردون يسحبون عليه لان ابل احيانا تسوي شغلات غريبه تلقى مؤتمر يخلص وتلقى فيه برودكت جديده في الموقع ما تكلموا عنها مع انه يصير في وقت يعني ما في شيء يمنعهم يقول لك حدثنا مثلا يقول لك الاير الماك اير مؤتمر طويل بس يقول لك حدثنا الماك اير تقدرون تشوفونه في الموقع ما يقولون يعني ما ادري ما سوى كذا بس المهم طيب الايفون شو اللي تتوقع الايفونات اللي تكلمنا عنها اول بتوفر قبل ولا بتتاخر الشيب في البدايه ها نغيرت الحسب اليوم تغيرت الحسب اليوم أبل كل يوم ويوم تغير بالحر الإشاعات تتغير طبعا في البداية الإشاعات اللي قاعدة تطلع الآن ترى الإشاعات أبل قامت تطلع إشاعات طلعت تسريبات من إشاعات كلها بسبت بوسر أبل طلعت قالت إنه ما بقدر توقف إشاعات وقامت تطلع إشاعات حقيقية فأبل لازم تطلع إشاعات غلط عشان تضربها من الجهتين ترى سمعت عن إشاعة يقول لك تيم كوك بيسوي مسلسل كويتي الحين أبل عندها جروب موظفين في نفس الشركة لحق تسريبات مسويتها عشان انت اوكي تلاتسي يلا طلع ده التسريب كل موظف ناس يسربون أشياء غلط طيب كده سووا زي كده فرقة سباكة يسمونها لا خلاص ما يعني انت ما تقدر تمسك يعني قام تسرب أشياء صحيحة خلنا نطلع أشياء غلط عشان تضيع الدعوة في الجهتين ايش يسمونه مادي ذا ووتر يخربون الماي المهم الان شو يقول لك التسريبات اللي بتطلع اتوقع ان التسريبات اللي تكون افضل بس اذا كانت غلط فابل جابتها صح الحين الايفونات اللي عند ابل تغيير في الشاشه حقتها او في الحجم اكبر واحد وصغر واحد هذا الشيء الجديد الحجم الجديد عندها اها الوسطي يقدرون يخلونه نفس الشاشة لأن 6.1 نفس الآيفون 10R والآيفون 8 6.1 هذول نفسه أها الاثنين ديل هذا اللي بنزلون البداية البرو العادي هذا الإشاعات الحين جديدة أوكي أكبر واحد وصغر واحد ما هو بينزل الحين إيه أوكي بنزلون وصيين اثنينهم 6.1 أها أنا اللي أفكر فيه أنا ما أدري بالضبط أي واحد فيهم يدخل رباحه كثيرة للشركة بس اللي يبيعون اللي يدخل رباحه كثيرة اللي مفهوم غير الصغير الحين توه جديد 6.1 الرخيص لا بالعوائد وشو الأغلاش يدخل رباحه ولا لأن المبيعات حق رخيص إيه أدري لا المبيعات حق رخيص بس الرباحه كم رباحه حق رخيص بعد فالمفروض يدققون يعني قالوا أكثر ذا ونزلوا قيمة زيادة المفروض يدققون على الرخيص أهم شيء عندهم الرخاص اثنينهم ينزلون في السوق بأكثر كمية بأسرع وقت ممكن وكذا أنت توقف الغالي طيب إذا نزل الغالي البداية راح يبيع أكثر فهمت شلون حري أنا أبل تسوي العكس الغالي اللي ما راح يبيع أكثر تنزل بعد كيف إيش كلام
ليش كذا؟ لأن البطرانيين ما فرقت معهم، يشترون هذا بعده بشهر يشترون ذاك. ولا في ناس عندهم قناة يوتيوب يسوونها. طيب ليش؟ أوكي المهم الحين هذا الشيء هذا عكسين الدعوة. وبرضو الآيفون 12 ميني راح ينزل قبل الآيفون 12 برو ماكس. يعني في المؤتمر، إذا جاء المؤتمر أو في يوم في نوفمبر، نوفمبر بينزل بداية نوفمبر المؤتمر الشهر الجاي. إيه الشهر هذا المؤتمر، الشهر الجاي ينزل، الشهر هذا الشهر الجاي. إيه بداية نوفمبر راح ينزل آيفون 12 ميني في نص نوفمبر أو العشر الأوائل من نوفمبر 12 ميني. بعدها مثلاً بأسبوع أو بيوم أو يومين يفتح البري أوردر لحق 12 برو ماكس علشان ينزل. فأبل هل إلى هذه الدرجة ما بقدر توفر كميات؟ يعني أنا ما نفهم شيء. قلبت بحريني. ليش تقولي أني ما يفهم؟ أني ما بحريني أني. المهم أنا ما نفهم إن كيف الشركة إلى هذه الدرجة ما بقدر توفر. كيف جهاز لحين فوق التسع شهور كم؟ ومن أكبر، ما بس بجهاز لا تسع شهور، جهاز من أكبر أجهزة الجوالات عامة، يعني ما بس سمارت عم التاريخ هو فوق مع نوكيا إنه ما أدري كم ومسطرة بولمبا من كم مبيعات. أتكلمك عن الأيباد إلى الآن ما بقدر توفره. أتوقع تدقيقهم على الأيباد مهب كثير. ليش ما؟ لأن يا حبيبي في طلبات جاية على جهاز عندك موجود في المصنع. زيد المصنع، ما قدرنا اليوم نقدر أسبوع الجاي. هم قبل يثرونهم عندهم مشاكل ولا؟ أول مرة تصير هالدرجة. من قبل يثرونهم عندهم. من السنوات اللي راحت أوكي تأخر شهر بالكثير شهر. قبل الكورونا عندهم مشاكل. هذا كلمك عين. أنا من قبل الكورونا يعني قبل يتأخر شهر أو شهرين بس أول ما يطلع، ما قدرت تطلبه في أول أسبوعين ثلاثة أسابيع تأخر معك شهر شهرين. الآن ست شهور من نزل إلى الآن ما بقدر توفره، يعني ما أقدر أطلبه يجي لي حين ست شهور جهاز مصنوع من شهر ثلاثة. ما في جهاز في العالم وصل لهالدرجة. ليش؟ خلاص يعني لو إنه اثنين قاعدين يشتغلون ما توقع نوفر الكمية ذي بس ست شهور. وين ما في وين هم 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 عندهم اثنين عمالة بس ما هو ما هم موثقين، هم شلون محاشيم الكفيل وجات الحكومة وشلتهم. ما أدري. فأتوقع إذا الشخص يبي آيباد إير 4 هذا الوقت المناسب، وما حد يلومك إذا جلست تنتظر من المتجر عشان تشتري في ذا الوقت، لأن الآيباد واقف. ذاك اليوم قاعد تغلط على اللي صفون سارة عشان يسوون برو أوردر حق البلاي ستيشن. ما غلط عليه. شو قلت لهم؟ أنا قلت لك رايح صف سارة. يقول ليش قلت لك راح؟ بس قلت لك ما راح يكون في واجد هنا. هذا اللي قيل لك إذا ترى ما يكون. رحت أنا. يا أدري ما غلط عليه. إيه. أنا ما غلط. أوكي. فالآيباد. شوف شلون حطيتك في مكانك. أنا قلت لك ما غلط، قلت لي إيه. أنت غلط قلت لك أنا. المهم. شوف شلون حطيت في مكان. الآيباد إير 4 إذا كانت نفس الأشياء اللي صارت في الآيباد برو، ترى الآيباد إير إذا الآيباد برو باع واجد، الآيباد إير كلمة واجد قليل عليه اللي بينزل. فإذا كانت بالنفس السوق، وخاصة بعد الحين في الوقت هذا الطلاب والكورونا طلاب دراسة عن بعد، فأتوقع أن الآيباد إير صارت نفس المشاكل في الكميات، توقع يبيلك سنة على ما يتوفر وأكثر من سنة. فالكميات بالقطارة تنزل. المشكلة أنا ما أسمع لشركات تسحب على TSMC، شركات تروح حق شركات ثانية تصنع وأبل تأخذ مكانهم وفوق ذي كله. ما في مكان. ما بعد كذا. TSMC ما بقى شيء، بتصنع بس لا تشتريها أبل وتفك نفسها. لما TSMC شركة معالجات أبل قاعد تصنع، ممكن أفضل الشركات ولا هي التوب في الاسم حق معالجات سامسونج ARM
في السوق اللي منتشر في الكلمة سامسونج. سامسونج اسمها مو موجود عندها عدل في معالجاتها. لا 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 هي مو بعد المعالجات، هي كتصنيع معالجات، لأن ال أبل كانت المعالج أبل كانت عندها أول إيه ال إنفيديا حق اللي هي ال 30 سيريز سحبت على تي اس ام سي وراحت حق ف تي اس ام سي، يعني لدرجه ان تي اس ام سي سامسونج تصنع عن تي اس ام سي احيانا السبيشال اديشنز ما شاء الله كذا، والشغلات المب كبير واللي حق ماركت معين بس هم تصنع عندها. المهم ف تي اس ام سي لدرجه ان في شركات لجولها نتفهمكم بيصنعون، تقول لهم ما في مكان. احيانا مثلا عندهم مثلا انا جيت كشركه قاعد اصنع عندها، عندي القطاع حق لا خلاص ما نبيك، احنا قاعد نشتغل عندنا خلاص ما نبيك قبل بتجيب نبي المكان ده نكمل عليه زياده. فلدرجه الطفل المدلل عندها او الشخص اللي مات الشخص اللي يقدر يسحبها من الصين ويفتح لها في امريكا، تعال هنا وافتح عندنا علشان وجات الشخص اللي ما تي اس ام سي خلاص انا بس اشوف ابل قبالي في ابل شو تبين هذا بس بس نعم. هو فوق ذي كله ان ابل هي تشتغل حق ابل نوعا ما قوه ما كانت ترى في الاي او اس 7 في الايفون 7 هذا اللي بدات ابل تطلع من سامسونج شوي شوي قامت تعطي تي اس ام سي وقامت تبدا مع ايفون 6 ولا 7 كذا. لا بس اقول لك ان هي تشتغل عند سامسونج بقوه او عند ابل بقوه، فوق ذي كله يعني دخل معاهم لهم رباحه كثيره، ف العماله معاهم قويه، فيعني تقدر تسهل لابل لانه ما تبي تخسر، لانه ابل وخصوصا ان الفرصه اللي وصلت لها، يعني خسرت ابل مره في الايفون 7 او 6 مش خسرت ابل لك الدرجه، بس انها ما قدرت توفر كميات ابل راحت حق سامسونج، قامت تصنع تي اس ام سي وسامسونج في نفس الوقت حق ابل. اتوقع ما تبي الحركه تي اس ام سي، او ابل قالت لها تصنعين كل شيء ولا ترى ما راح، يعني انت كله يا خله ما في من يسار يمكن. المهم نشوف لنا الشيء الثاني. وثاني شيء لا نحن نتكلم ان الحين ابل يعني تصنع تي اس ام سي بقوه، وما تصنع عندها الحين الا كم معالجين بس حاليا. اي لا اي هذا بقول لك، ومع الماكات والحين الماكات في الماكات يمكن بيصير 4 5 4 3 3 3 ما تقدر فاميليز يعتبر فاميليز ثلاثة ما يعني المهم انه اكثر من واحد يمكن حاجة. اللي هي الفاميليز بيصير يعني معالج والبيست اون يصير اغلبها سوفت وير، فيعني يقدرون يستخدمون نفس الشيب. اتوقع انه يتغير، المهم الكورز راح يتغير. لا لا اذا صاروا يصير ثلاثة فاميليز كلهم ذيلي يعني معالجات تختلف، بس كل فاميلي يصير فيها اكثر من نوع، وذيلي على حسب الجهاز اللي يصير موجود فيه اغلبها يصير شغل سوفت وير، فيعني يقدر يستخدمون نفس الشيبس على اغلب الاجهزه على حسب، يعني مثلا يقول لك الهيت سينك مالك اذا كان في مروحه ما في مروحه. ما اوكي هذا بس انا اتوقع او انه بعد ابل ممكن تسوي نفس تسلا، اذا كان عندك مثلا نقول لك دافع قيمه مثلا الجهاز الاقوى ولا شيء، ولا هو نفس الشيب نفس كل شيء بس اللهم ذا سوت ابل في الايباد برو 2018 ايباد برو 2020 اللي هو هذا فيه نواه زياده وهذا نواه اقل، وردي هم اثنين فيهم النواه نفسه بس ذاك اي 12 ادري ذاك مطفي بس يمكن في اختلاف من الشيب نفس الحجم بس الشيب اللي تكلمت فيها ابل بتوصل حق 12 13 كورز، في من 9 الى 13 في اختلاف، راح يكون فيها أجهزة أقل كورز فيها أجهزة أقل أعلى كورز. الأيباد برو ماك بوك برو ما يحتاج يكون فيه معالج خاص فيه، معالج من معالجات عائلة الماكس يكون معالج الأيباد. الأي 14 إكس كيف راح يكون وينحط فيه خلاص يسكت كم اللي هي الأيباد المعالج ماله 14 كم كورز الايباد؟ ايه اي ايباد ال 14 ما في ايباد ال 13 اي الزي كم معالج اي واحد كم كورز السي بي يو؟ ايه 8 بيحطون على البرو. اي برو تقول انت؟ مو بتقول يحطون على البرو عادي؟ ادري انك قاعد ما الكلام ما صار بس ال 14 ال 14 ال 14 اكس يعني كفايه ال 14 اكس يكون على الماك بوك 14X يكون على الماك بوك. الحين A12Z موجود على الماك ميني بس لحق المطورين. أه.
اي ال developer kit. فهذا شوي اوكي، هذا اوريدي ما في مراوح ولا شيء، حطه هناك دربحة خليه يمشي، بيمشي بيمشي زي الحلاوة. هذا هنا اللي اعلى يكون لهم فئات ثانية. طبعا لما نتكلم عن الايفون نرجع الايفون، اسف ان طلعنا نرجع حق الايفون. لا بس انا بقول ان الايباد، لا دقيقة الايباد اوكي رابتر حق الماك، نرجع حق الماك شوي. الايفون في اخبار يقول لك حتى الاي 14 الايفون 12 ميني يمكن ما يكون فيه اي 14، في مثلا بي 14 شيء ثاني يكون مهجد شوي ينزل شوي. أو ثاني شيء احس انه في اقلاط كثيره يكون على الجهاز ده، ما ادري كيف راح يشتغل ولا ما ادري والله ما ادري هل يستحمل. اهم شيء ان جهاز معالج يكون اقل شوي قوه وصرفيه، يمكن ما في 5G ما راح يشيلون في شيء، بس ما في 5G. لازم الجهاز يكون في شيء عشان يشتغل عدل، يكمل معك الاقل شيء يكون جوال 4 ساعات باستخدام يعني كيف توصل الاربع ساعات. الكلام الحين 120 ما فيه، اي 120 هذا الكلام. يمكن 60 هرتز ال تي بي او ينزل تحت يعني. اي عادي على حسب هذا ال تي بي او منك حط عشان تحطه منه. لا لا جهاز الدين بيبيع هذا 400 ل 500 دولار. لا شيء تتكلم عن توفير يعني، ترى الشاشه صغيره وكبد الشاشه صغيره. وش فول اتش دي ولا كواد بيصيرون؟ فول اتش دي كفايه ما ادري، على صغر الشاشه 750 ما ادري، اي على صغر الشاشه هذه 720 على 720 نابل عالي تستخدم ارقام غريبه 740 800 وشوي. المهم هذا الشيء في الايفون نفسه، الحدايد اللي داخل في الايفون وش الشاصي النحاس، في شيء يكون نحاس. اللي شافوا مؤتمر او تسريبات الايفون اخر واحد تشوفون الحدايد اللي موجوده في الغلاف، الحدايد اللي راح تكون موجوده في الجهاز نفسه او الماجنت حق الوايرلس شارجنج. ايوه الحين هذا لازم نتكلم عنها. الريفرس ها انا اشوف قطعه بس ما ادري ايش السالفه. اول يمكن حاجة. يمكن الماجنت هذا حق الريفرس. اول حاجه ابل تبي تدز في الوايرلس علشان تقطع الكيبل نفسه. أبل معروف في الحركات دي إن تنزل الأوبشنز كثيرة الآن يكون عندك موجود، أو إن حل حق شيء قديم وأنت تختبره وتمشي عليه علشان تنزله بعدين، مثل لايدار نزلته في الآيباد برو عشان بتنزله هنا. طيب هذا شيء، هذا يقولون لك أبل راح تنزل دول يعني دول شارجر مش إير باور، لا دول شارجر يعني بس جهازين. ايه فابل هي الشيء الوحيد ليش بتنزل ابل الاير باور اول، او صح في ثلاثة تقريبا، لكن هي الهدف حقها ان الكويلز الصغار كانوا في الاير باور علشان تحط جهازك في اي مكان ويشتغل يشحن. صح. الان ابل مشكلة الحرارة في الاشياء دي، فالحل الان بتسويه انه يكون يشحن جهازين دول شارجر دي، الماجنت اللي هنا تحط جهازك اي مكان بالحالة يسحب يوديه حق الشحن. هي ابل ما تبي انك ما شحن منه، لا نفره منها ما شحن. زين انت شفت الشاحن مال شاومي اللي يمشي ويشحن من زمان موجود مو بس شاومي؟ أيه حتى انا لا يعني اقول لك ليش ما يستخدم بس شيء. بس ما تبي ابل السونك، شفت شاومي شلون ما تبي الابل الاشياء دي. اذا شاومي سويتها على بادجت ابل ليش ما تدخل 40 مليون ار ان دي فيه وسوي ليش زين زحف ما علي، انت تتكلم على الاشياء. زين عندنا الماجنت الحين هذا حل زي هذا بجت اخف، ليش اخليه يمشي ويروح؟ سويت الحين ماجنت. المهم خل اهم شيء اهم شيء الماجنت يصير عدل ومهب يصير تعرف لي تحط الجهاز مش ويسحب ما بيسحب زي كذا. بس انا اكلمك عن الماجنت هذا، اذا حطيته هنا يفيدنا بشيء ثاني، وايرلس ريفرس تشارجنج يفيدنا لحق الاير تاج. اوكي شفت شلون يعني انا هذا شيء ستان حق جوال حق سياره فهذا راح يكون فوائد. هل راح نحطه الاير تاج يلصق اها
ويتم على الارت وارد كذا، او يمكن الشارف او ولا حق بروجرامينج بعد اذا بتحطه عشان تسوي له بروفايل تحط له مواصفات. اه بتسوي قربته بيشتغل عندك تعرف بيجي الناس يلعبونه بياخذون الارت وارد. المهم ان الشيء ذا اللي سواها في هذه الحركه حلوه، يعني هذا حلك ذا صار ذكر وخلق شيء جديد لهذا الشيء. الجهاز يوصل ويلصق، اذا لصق تبي ترفع على 15 واط بس الشحن، ما بترفع على اكثر. فاوكي 15 واط في السيف سايد لحق الحراره كيف ما ادري، انا مالي شغل بالرقم انه يكون اعلى، الشغل في اللي كيف تستخدم جهازك عمر اطول في البطاريه في 15 واط. طيب. معناك ما بيصير الشارجر نفسه سمارت والجهاز يصير بيصير معه كوميونيكيشن مع الشارجر، هذا شغله تابل بالتاكيد بتسوي الحركه هذه. طبعا كل الكلام ما ندري احنا بالضبط، بس يعني كل سبيكوليشنز. ف بيعرف التمبرتشر يعني درجه الحراره ما بين الشاحن، درجه الحراره ما بين الغلاف، يمكن بيحطون سنسورات على الجهاز. لا هو تركيبه عليه بالضبط هذا ترى يقلل من درجه الحراره اذا صار مضبوط بالضبط. هذا يمكن والحين ما بالمغناطيس يسوي ديستورشنز حق الحراره، هي بالحالها هي تيجي من جهتين. لا المغناطيس ما هو ماجنت، المغناطيس اللي عند الكويلز ما يسوي ديستورشنز حق اذا كان في الوسط عليه، بس اذا كان بعيد اوكي ما تدري انه كيف بيصير عليه. انا خوفي من انه يصير قوي لان الليكس المرين الصور بين ماجنتس كان ماجنتس كان هذا بس موجود في كيس، برضو في كيس كثير كيس أبل، علشان حتى على الكيس ما يوصل ويكمل قدام ما أدري. فهذا أشياء من موجودة يمكن بعد حق الكيسات ما أبل عشان تشحن بالكيس شحن. إيه نفسه هالأشياء دي، لأن أبل مو بأول مرة تسوي إنه ماجنتس لايبود. شوف الماجنتس اللي فيه لي حتى بالحالة يلصق على الثلاجة، في أشياء كثيرة موجودة. المهم هذا بعد ممكن تستخدمه من وراء، ما تستخدم اللي كان ماكسيف من الجنب. انا شلت البورت، شلت مدخل لايتنينج، ممكن تستخدمه من ورا بعد. شنو يمكن يعطونك تشارجر كانه تشارجر مرساعة هذا كذا تشحن. هذه اذا حطيت هذه الحركة هذا تقدر تمسك جهازك ترفعه. اها شلون، ولا تعتبر قبل شحن الساعة اللي حطينا ترى ما يعتبر وايرلس، ما تسمي وايرلس. هي انا ما اسمي ذي وايرلس اصلا، الحركة الغبية انك تحط الجهاز يعتبر وايرلس. المهم نوعا ما هي وايرلس للجوال مالك بس وايرد يظل للشاحن. المهم يصير ود محتكر وايرلس اني انا اتنقل وخلاص. وايرلس سواها ستيف جوبز انه يرفع الماك بوك اير دخله داير قال ها شوف هذا وايرلس شو قاعد يشتغل. تقدر تسوي في الجهاز ترفع الجهاز تقول كذا وقاعد يشحن وايرلس اني احطه ولو ارفع كذا يطفي. لا هذا بيدي هذا الوايرلس. خل احنا اخذنا كلمه الوايرلس وقاموا الشركات يستخدمونها. طيب الحين ده وايرلس يضل وايرلس. طيب اذا وصل الوايرلس اللي صدق نفهم، يعني تقول حق جوه الوايرلس يفهم انه خلاص هذا ماسكه في ايد هو صح وايرلس، شو يسمي ذاك هو وايرلس؟ لا فري ووكينج وايرلس. اوكي فالمهم الحركات دي اللي نسويها لنا. المهم فولت بوي هذا وايرلس هذا الشيء فولت بوي فال اوت. طيب انت تكلمت عن الماجيك سيف الماك سيف الماك سيف اللي كانت موجوده. هذا يقول لك الماك سيف بلعبه كل الليكس انه على صير على جنب يشبك بس الحين مع الوايرلس خلاص. طيب وفي اخبار انه راح يكون برضو موجود على الجنب. ايه راح يكون موجود، يكون كيبل رخيص مثلا يمشي هذا الشيء. هذا أبل صوت في ذا الجهاز، ذا الجهاز تحس إن ذا الجهاز بتعطيك كل شيء. هذا موجودين هذا كل شيء موجود عندك شحن وايرلس، عندك ماك سيف من تحت، وعندك شحن الجوال من تحت. هذا مثلا يعني شحن الجوال يتم بيضل الكيب. هذا الستب الآن علشان هي أبل قاعدة تقيس وقف دقيقة أبل أيوة لحطتهم كلهم. ايش معناته تبدا الحركه ترى هذهم معناته انها سامسونج. لا ابل بتسوي يعني مثلا دي الحركه شنو تاخذها بمفهوم الجهه الثانيه يوم جت تسوي يوم جت تسوي شيء كذا ايش حنا ما ايش اشتغل ما اشتغل الحراره مرتفعه الكاميرا
سوت هذه الحركة مثل يوم جات تسوي الاي 7 الايفون 7 اوكي قامت تبيع الشاحن السماعات تقدر تشيل السماعات اللي بحالهم برا حاطط لك الدانجل في العلبة هاي ترى في دانجل اتكلم هذا في دانجل مو زي دانجل السنة اللي بعد هذا في دانجل احنا شلنا الدانجل خلاص بس اسكت لا تتكلم تبي تشتري الدانجل هذا بالحالة برا موجود فهمت شلون؟ لا يعني نفس الحركة لو تصير نفس الحركة هذه أبل تخلي الهيدفون جاك وتحط السماعة بالهي اللايتنينج في الكرتون وتقوم تبيع الايربودز مالينها سنة والسنة اللي بعدها تشيل انت ما فهمت زي كذا اجيب لك اياها في جهة ثانية مثلا الحين عندك مدخل الشاحن وعندك هذا بالجنب مدخل الشاحن مثلا ما تحطه معك السلك اول شيء ولا هذا مثلا واحد منهم دي ما ينحط عندك تبي تجرب هذا جربه استخدمه عرفت شلون بس ما تقدر تستخدمه الا اذا كانت فيه فوائد او ما تقدر تجرب خلق الله الا اذا صارت فيه فوائد بس في اشخاص راح يستخدمونه طلعت فيه مشاكل اها اوكي طبعاً. يضل عندك المدخل عندك المدخل الثاني بس يضل ما بجو ابل بالعوايد بس في الاختبارات أبل تقطعه وخلاص ابل اللي نزلت الشيء بالاختبار اي صح بس ابل اذا نزلت الشيء بالاختبار الحين تنزله في شيء تقول انت ما هو كبير نزلت. كذا ما تنزله في الايفون يعني مثل الايباد نزلت الايباد لو نزلت لا. اي لو انه مثلا يقول لك نزلت بس انت ما لك طريقه وقف نزلت طريقه انك تستخدم مثلا يقول لك او تحدث الساعه عن طريق الستاند نفسه بدي تشبكه في اللابتوب مالك وتحدثها وتفرمتها وغيرها هذا طريق انهم يجربون التقنية هذه مالتهم النفس الساعة يعني أنا بشوف إن الحركة اللي سواها هل هو لاز طبعًا هو الأشياء. أبل ما تعطيك options. هذا الأشياء هي options ذا اللي محطوط عندك تستخدمه ولا ما تستخدمه بس لحق بعدين راح يتكنسل ذا الثاني السنة الجاية بيتكنسل. أبل ما تعطيك options. في بعض الأخبار برضه تقول لك أصلًا إن ذا واحد يقول لك سبب ترى ذا يمكن لحق شبكة زيادة ترى ذا أنتانا يمكن. لا تتوقع. حق 5G بعد. لا تتوقع إن. أصلاً شاحن هذا بعض الأشياء لأن أنا اللي أشوفه الحين مع الماجنت مالهم وهذا كله اللي وراء يجيبون شاحن ويحطونه وراء كأنه بوك كذا كأنه مال الساعة أو يطورون شاحن الساعة وخلاص يخلون هذا الستاندر مالهم هذا شاحن الأجهزة مالهم حتى يعني للأيباد بعدين الأيباد يحطونه فيه بعد ف... يعني تستخدم الشاحن كذا بس يا كذا يا أنك تستخدم وايرلس في أشياء أبل أهم شيء أنك تبي تسد مدخل الشاحن أنا ما أتوقع بتحط زي الماكسيف مغناطيسي وايرلس أو بدون مدخل أو بدون يعني ينشبك مدخل وبضل تحط مدخل الشاحن بنفس الوقت إذا بتحط مثلا يقول لك لأن السنة هذه ما أتوقع بتشيل مدخل الشاحن بس ما يقول لك السنة الجاية يمكن تحطه وتشيل مدخل ما تخليه تعطيك أوبشن زيادة هذا الكلام حقك صح تسوي لأن تاريخ أبل مدخل أبل بس في الشاحن أبل كان سويتش كهرب أوف أون ما هو مال خلنا على ذا وقفها أنت الحين إحنا نرجع نتفهم مع ذا إذا تفهمنا مع هذا الشيء ونرجع معك هنا دقيقة ما فهمت أنا يقول لك خلنا نرجع موضوع ثاني وبرجع لك يقول لك هني يمكن تسكت فيها أبل يقول لك الفيس آي دي راح التاتش آي دي راح تحطه أها طيب أنت شو رأيك بيحطون هو الموضوع غريب ما هو بعوي دابل أوكي. يحطون لك اوبشنات يمكن يخلونك يغصبونك انك تستخدمهم ما اتوقع ان يخلونك يغصبونك تستخدمهم اثنين في نفس الوقت او انك تستخدمهم اثنين في نفس الوقت في دفع او شغلات كذا اوكي دفع او دفع على شغلات كذا بس ما اتوقع يعطونك اوبشن انك تطفي وتشغل اللي تبي اتوقع ان في الدفع والشراي يمكن يخلونك قصبا عنك تستخدمهم اثنينهم ما اتوقع بس انت خيارك بس لا سيكوريتي يعني شغل سيكوريتي بس ما بيعطونك راحتك تطفي وتشغل طيب هذا حطوا نرجع مره ثانيه ابل بتخلي مدخل الشاحن والماجيك الماك سيف واحد منهم بس احنا نتكلم عن الشيء اي ذا كان يتكلم عن سيكوريتي في فرق ما بين سيكوريتي وبين اوبشنز وهذا خيار ده تحطه ابل علشان على الاقل تضبطه 100% ما يظل اختبار الناس يعني في شيء انا يظل أبل بعوايدها ما تختبر
تقنيات كذا ما بتقنيات كذا عادي يعني انه في احتمال مثلا يقول لك تخرب الجهاز او شغله كذا وانه ما تشتغل علي عدل دقيقه او ما تشتغل عدل اي خاصه اذا تفكر فيه انه لو انه شلون المدخل ما يصير عندك الا هذا اللي كنا ماكسيف هذا الطريقه الوحيده انك تشحن الجهاز وغيره ما تختبر هذي على الناس ما هو بسامسونج سامسونج تختبر جهاز مش مصنوع للاستخدام الطبيعي هذا الخيار حق سامسونج ابل تختبر لك قطعه ذي هل دي القطعه مثلا اذا خلوها بعدين في السنه الجايه في المستقبل السنه الجايه هم يختبرون شيء مثلا الليدار الليدار لو انه ما نفع ما فرقت يمكن هذا اذا ما نفع ما راح يخرب الجهاز ايش مدريك انه لازم يفقع الجهاز بدك تشتري حتى من اليكسبرس ب 10 ب 5 دولار شاحن الليدر اذا ما نفع ما فرقت وهذا اذا ما نفع هذا ابل تفك ابل وهي تحطه بتسويها تفكر فيه انه خلاص ما عندنا مدخل لايتنج هذا مو بحين اي لا هم هذا يعتبر الان في موجود انه الطريقه الوحيده هذا مو بحين هم يختبرون انه خلاص ما في لايتنج هذا هم تصنيعه لهم فكرتهم تصنيعة صح كده. صح تصنيعه طيب هل ما بيحطون ذا بشيء مع بعدين طيب معي بس انا اكلمك الان ليش ما تختبره مع الناس اذا عندك خيار ثاني موجود قبل ما تختبر انت لازم تفهمها كم موظف راح يختبره 100 موظف ما راح تكون نفس 100 مليون في الاستخدام لازم دي الشيء يختلف هل هذا الماء الماك سيف اللي بتحطها او الماجيك سيف ما ادري يسمونها اللي تحطه ده هل راح ينقل داتا ولا ما راح ينقل داتا هذه البداية السنة الجاية إذا كنسلت الباور من تحت قاعد اليوم أتكلم مع الجروب حقي عن كنسلت الباور من تحت كيف راح تنقل داتا بالواير مثل ما قلت هل راح تخلي بالوايرلس هل قوة الوايرلس اللي راح تكون الحين في الحديد دي هل لازم يعني أنا بنقل داتا الحين السنة الجاية طبعا ترى مو بس السنة الجاية أنا أتوقع أن رجع طبيعي ترى الآيفون الايفون 13 باقي 11 شهر على ما ينزل اوكي الايفون 13 اذا جبت تشتري الايفون 12 برو ماكس مثلا الشهر الجاي ترى باقي له 10 شهور على ما ينزل انت جالس على بنك انا لا بدي حق الفلوس قبل ما تشتري انت بتشتري بنوفمبر ترى باقي 10 شهور على ما ينزل في سبتمبر اذا رجعنا الطبيعي يعني فانتبه فالوقت قليل انا اذا سويت الشيء لازم اقطه لحق الشركات يعني الناس يستخدم ما تبي تستخدمه عندك شيء ثاني في الاستخدام هذا علي هذه القطعة كنا نتكلم عليها السنة اللي راحت في بداية سبتمبر أنا معاك ونحسبها لحق قلم مش توها جديدة مش توها موجود القطعة هذا المكان حقي أول حاجة أبل اختبارها لحق هذا المكان المسافة اللي موجودة هل ما راح تحني الجهاز هل راح الجهاز ما راح يطلع وينحني من هذا المكان ولا لا؟ لا أتوقع الفريم لأن ألمنيوم هذولي بس استنستي أغلب الآيفون البرو هذاك الآيفون العادي ألمنيوم الآيفون بعد شوية دانس وكبير لا بينحف مع القزاز بينحف الآيفون الجديد يعني لا 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 بس عندك اللي هي عندك القزاز الورا والقزاز الورا الآيفون 6 كان أنحف كان ثيك أكثر من ثيكر بس ذاك ألمنيوم كامل البادي كله ألمنيوم طيب هذا القزاز ماله قوي نشوف القزاز لأن يعني إذا انكسر القزاز ينحني بعد وزن وقف وزن القزاز وقوة القزاز وصلابة القزاز الأمامية والخلفية أحسن من أول وأول ما كانت في خلفية بعد يتم قزاز بس أنا أتكلم عن ينحني اللي ينحني كذا إيه ما هب المهم إذا انكسر ونحني واستخدام فخلصنا الماكسيف هذا اللي بينزل أتوقع أن أبل تنزله ولا تحط لك في العلبة ولا تعطيك إياه شيء هو الماكسيف ذا تحطك شحن الايفون تبي تشتريه في الجيم تقدر تخليه لحق مثلا تنزل ملحقات الجهاز يصير على جنب كذا هو يشحن مثلا قطعة تحطها تحت كذا يشحن بدل الوايرلس مثلا ولا شيء مثلا تقدر تستخدمه في شيء ثاني يعني دوك اي مثلا دوك الايفونات الايبادات القديمه ايباد برو القديم الاشياء دي فيها الكونكت الى الان موجوده الدوائر تحت اي عرفت الكونكت سمارت كونكتر اذا ما خبطني سمارت كونكتر في قواعد ترى تنباع انك تحط الايباد ويشحن من مكان هذا صدق شحن قليل
لا هذا الشاحن عندك فوق حطه في الشاحن، لا يقول لك لا ابي احطه كذا ويشحن قاعده. في يعني سبيكرز وفي بعض المقاعد بس انه قاعده ويشحن، مع ان السمارت كيبورد اللي يركب فيه ما كان في باور ولا شيء، ما يشحن من ما في اي شيء في الحقيقه، بس انك تقدر تحطه هو كان بس لحق الكيبورد الكتابه بس. يعني كم ما في شيء، 1 امبير يعطيك بس قلت تقدر لا يعطيك اكثر يعني، بس انه قام يشحن يعني ابل حطتها للشيء انه يشحن. فهذه الاشياء توقع انها تنزل ذي الحركه وابل تقدر تستخدم. قلت امبير قصدي فولت واط. فهذه الاشياء هذه المتوقعينه والايفونات ضربت السعر، ما ادري كيف ابل راح تسوي شيء عندي لك وما راح تتوقعه، وانا للان مش مصدق. وتكلمت لكم عن في التسريبات اخر تسريبات حق المؤتمر. خلاص الرومرز الجدد الحين اللي طلعت اليوم، هذه الاشياء ما ندري عنها. يعني احنا عرفنا ان 50% من الايفون 12 برو ماكس فرق بينه بالايفون 12 برو في فتحه العدسه، راح يساعد في شنو الاضاءه، راح يساعد في اشياء العزل ما العزل والاشياء دي اللي ما راح نفكر فيها. هو هل ان تسريب حقيقي ولا تسريب من الجروبات مالت ابل تبع التسريبات الكاذبه؟ ايه ابل ما مره سوت زي كذا. هل ان يمكن هل ان سواها كذا عشان معطينها ريفرس سايكولوجي؟ هل ان يمكن ذاك الابيتشر مالته اكبر، او ان او انه واحد او انه لا او ان يمكن واحد من الجهاز الثاني الابيتشر اكبر بسبب ان يمكن السنسور يختلف؟ حتى جون بروسل قام يسرب اشياء ما بعد له، قام يغلط في الاشياء. ما شاء الله السورس ماله من يوم ما ادري، بس قام يسب في ذيك قال شلون تطلعين الكاميرا انت، ما نقول كلام هنا. المهم فهذا الشيء طلع شيء وتكلم قال يمكن هو الشخصيات، قال يمكن يوم الاثنين في وقت عمل الفيديو هذا يمكن يصير في ترى في موقع ابل يعني على كلام كليك ريليس شيء، يمكن الايباد اير راح يطلعونه كذا فجاه. الايباد اير بعد اير مزال الايباد اير لكم الحين اسبوع اسبوعين من اعلنوا عنه، 3 اسابيع او اسبوعين وشوي. اي خلاص يعني مفروض المشكله ابل شو يقولون لك، يمكن الاير توك بعد. المهم هذا الشيء خلاص انفتحت العدسه الايفون. هذه التسريبات ما صارت ولا تكلمنا عنها من زمان ولا وش التسريبات؟ التسريب ذا ان الايفون القادم ايفون 12 برو ماكس ما راح يكون فيه 2x زوم، راح يكون فيه 5x. اوكي ما حد تكلم عنه من قبل وما سمعنا هذا الخبر اصلا انه موجود ولا مش موجود من قبل. لكن اوكي الايفون 12 برو راح يكون فيه 4x دك 5.4. هل ابل اوكي يمكن صغ... ليش ما اللنز زياده ولا شيء ما بقدر. شوف اذا صار حقيقي لازم يكون ذاك ماكس البلس. لا اذا صار حقيقي هذه اي لازم ذاك يصير بلس. وابل تغيرت ابل هل ابل كان الموضوع تعرف ان الموضوع سمبل، ما عندنا الا فلاج شيب واحد، ما عندنا الا فلاج شيب واحد بمقاسين، تبي المقاس الكبير والمقاس الصغير. ما عندنا فلاج شيب واحد بمقاسين، الكبير بس الله ما عنده كاميرا زياده. هذا اللي قطوا الاولي والثاني الحين كان خمسه جوالات. ابل هل تتوقع انه تمشي على الشيء ان لا تتوقع مني شيء، لا تدرسني اتوقع ان ايش الناس يطلعون، الناس الجديد يجون والخطه تتغير مع الوقت. هو صح كلامك، والماركت يتغير مع الوقت. الماركت لازم والطلبات صح، لكن هل اتوقع الكونسومرز بعد يتغيرون؟ هل ان الكونسومرز متفتحين؟ انا ودي تعرف اللي يجي يوم من الايام ان كل واحد في يمشي بالشارع يعرف شغله، يعرف جهازه وش فيه وش ما فيه. هذا مستحيل. اوكي وتوقع يعني ودك يعني ودك يعرف جهازه سيارته ايش فيها. هذا المشكله تتكلم عن اشياء تتكلم عن ودك، لكن يجي لك الشخص يقول لك انا ما بيعرف، انا ما بيفهم. يعني تيجي حق شخص في ناس لا في ناس صعب عليه كذا يعني ما يفهم. اقول له السي بي يو، يقول لي شنو السي بي، اقول له المعالج يقول لي شنو المعالج، علمه وش المعالج يسوي، ما يبي يعرف. اوكي يعرف وش المعالج يسوي، بعدين هدا يرجع لي مرات يقول يرجع لي مره ثانيه يقول لي وش هذا انتل اي 7،
قلت له تشرح له مثلا انا اعرف ناس قاعدين يدرسون الحين في الكليه في السعوديه شبكات. اقول له جوالك تو شاري له نوت جديد، مع قمه احترامي له رجال حبيب واحد من اصدقائي فوق راسي هو. أوكي. اقول له جوالك الحين شاري النوت 20، اقول له جوال النوت 20 مالك الحين في واي فاي 6 اشتر لك، لان عنده اللي هي اكسس بوينت في غرفتها. قال اشتر لك الاكسس بوينت واي فاي 6. قال لي شنو واي فاي 6؟ اقول له شو رايك يرسبونك احسن شيء ترجع مره ثانيه؟ شلون تسالني شنو واي فاي 6؟ شوف علي في اوكي ذاك تخلص حق ما تقول، بس انا اكلمك كان مجتمع مثلا تجيب شخص تقول له يقول ابي اسوي زي كذا مثلا، يقول لي مثلا كسرت كثير لي، اقول له تعال جلس يمي اوكي هذه كذا اضغط لي كذا سوي زي كذا وتسوي لي. اوكي عرفت الحين ايه يلا سوي لي. لا انا قاعد اعلمك عشان تسوي. لا هو في النهايه اوكي انا عرفت يلا بس نمسك. وفي منهم يعني سوي ما هو ما يبي. لا وفي اوكي ادري بس في منهم بعد من هي ليزي ناس ليزي يعني. لا بعضهم لا ناس ليزي لدرجه انه يعني مثلا انت شفتهم يعني ما بغلطه منهم الناس كل واحده براحتها ما يقدر يعطيك كويك جوجل سيرش يعني سهل جدا سريع والريزولت يجي لك فوق، واحيانا جمله واحده الريزولت بس جمله واحده وتجي لك فوق وكبيره وبولد الجواب صح اي بس لا يجي ويرسل لك انت على الواتساب على يرسل لك على السناب ويستناك وينتظرني يوم ارد ساعه ساعتين ثلاث ساعات وارد عليه بشيء وانساه عرفت شلون؟ يرجع يسألني سؤال ثاني بعدها بيومين أرجع أنا أسأل أقول له ما فهمت قصدك، لأني أنا اللي فوق انحذف ما أدري شو سالفة وتطول مسألة أنت سؤالك والله يعني تنسخه وتحطه في جوجل تعرف جوابه بس أنا ما أدري. المهم فحين نرجع حق الجهاز ذيك ترى أنا قلت لك أنا عن فكرة البزنس مالي ولا شو بزنسك بعد يا ما بقوله ما بقول أحد أوكي. المهم هذا شيء من الأشياء فحين نجي لحق شيء ثاني. شوف البرد مين هانز الشيء الثاني ما تدري هل أبل راح تحط 120 هيرتز خلاص يقول لك إنه ما راح تحطها تضربك أبل تطلعها موجود يمكن ما تدري أبل تطلع النوتش قال لك الكل ما راح تغلل الحين تضربها وتطلعها عادي ما تدري يعني ما راح تعرف كل شيء ما راح تقدر تعرف كل شيء. ليش التسريبات كانت أول راح يصغر 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 فجأة الحين قالوا ما راح يتغير؟ هل هذا تسريب أبل؟ أو إنه أنا ما أدري من التسريبات وقبل التسريبات هذا الحين وصرفت لشعات المدخل بيجي المدخل بيروح والجهاز يصير ما في 5G وكاميرا تفوض هذا أحس إنه في تشتت عندهم أتوقع من الكورونا يمكن. لا المشكلة يمكن من الكورونا قلت الكلام ده ليش؟ لأنك أنت صدقت التسريبات. عاد احنا نبني على شيء يمكن غلط احنا بنيتنا على شيء ان ذا شيء جديد عند ابل او شيء جديد على اللي هي النوز مال ابل التشتت اللي قاعد يصير التشتت ان في اخبار من هنا وفي اخبار في اخبار سبلايرز وفي ليكس وفي اخبار وفي ليكس غلط ايوه هذه فانت الحين تقيس وعندك بعد اللي الجنرال يعني نوز اللي الايفون ينعلن في اسبوع واسبوع اللي بعده ينباع هذه الشغلات اللي هي المفهومه الايفون ينعلن في نوفمبر نفس الاسبوع لا في اكتوبر يعني شيء يعني جنرال شيء معروف شيء ان او الاصل المعروف ان في مؤتمر ابل ينعلن عن الايفون ويقول لك ان بعد يومين او ثلاث ايام يبدا البري اوردر اللي هو يعني الجمعه واسبوع يجي اسبوع يجيك فالموضوع غريب اتوقع الكورونا فيروس مشاكل الايفون من كورونا فيروس هذا مخسر لا اتوقع مشاكلهم كلها ان يمكن طاحوا في سنه فيها غلط كبير سبلايرز شورتد صح كورونا فيروس وهذا السبلايرز انك انت ما تدري اي واحد كم واحد ايه هذا المشكله كم سبلايرز اللي هم الترجمه هذا افضل اللي هم اللي يصنعون حق ابل يعطون حق ابل يعني مثلا سوني عندها شيء مثلا سامسونج عندها شيء مثلا الشركات الثانية اتش بي مثلا عندها شيء مثلا ذاكرات اول زمان ذاكرات ما ادري الحين ذاكرات حق مثلا هذه خيار مثلا توشيبا هارد ديسك يحطون صح اتش بي توشيبا صح نسيت توشيبا 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 الذاكرات مثلا توشيبا تدري ان اول شيء طلعوا الهارد ديسك او الميموري
بورت من مالها من الشركة، خلاها شركة بالحالها بعد غيروا اسمها، صارت كوكوكي أو شيء كذا. المهم فهذه الأشياء كلها إحنا ما نعرف الشيء العادل، هو باقي ترى يعني اليوم الاثنين إذا نزل عندكم الفيديو باقي يوم خلاص نعرف كل شيء، فما يحتاج. وإذا شفت الفيديو أنت بعد اليوم الاثنين أو إذا نزل أنا قلت أنا قاعد أشيك اليوم وشو. أنا كنت محسب على شنهم، كنت محسب إني أشتري الآيفون 12 ميني اللي بينزل الحين مع ال 12 العادي و 12 برو ماكس الشهر الجاي، 12 ميني أنا اللي أبي، بس الحين اختبصت أم الدعوة الشيئين اللي أبيهم ما بينزلون الشهر هذا. أنا مثل ما قلت كنت أقول مساعي، قمت أقول ما كملت صدق سبلايرز الموزعين أو مصنعين القطع، تصنيعات المصنعين القطع كورونا فيروس والبلاين مالهم، شكل البلاين مالهم خطتهم لأن تعرف اللي أربع أجهزة وما مرة سووا أربع أجهزة في نفس الوقت باعوهم، شكل خطتهم هذه الجديدة مع يمكن اختلافات أحيانا بشكل فيه اختلافات كبيرة ما بين كل جهاز وجهاز، طحوا كل هالمشاكل ذي كلها في سنة واحدة. ففي حواس يعني لأنه في قطع كثيرة انت فردت أشياء كلها من نفس الشيء. أول حاجة أربع أجهزة نعرفها من السنة راحت مو أول مرة، وأول مرة تقول لك شيء ترى أول مرة تسوي أربع أجهزة بس مش جديد عليه كده، فجأة بتسوي أربع أجهزة خطة حقتها من قبل، لو أن توهم قرر أن بتسوي أجهزة الآن أربعة راح تأجله بسبب كورونا، فهمت شلون؟ يعني تجلس مع ناس يلا بسوي أربع أجهزة بس لأن في فروقات كبيرة. أنا بقول لو أن في احتمال لأن في احتمال أجل كبير. الشيء ما تنزل الحين، إذا توي الحين جالس معك أنا الحين جالسين أربعة إحنا بننزل جوال جديد، فهمت شلون؟ أتوقع إذا قلت له أنا يلا خلنا نزل أربعة أتوقع تيم كوك يفصلني، أنت إحنا قاعد نتكلم كورونا الحين جاي تبي تنزل أربعة الحين إحنا خلنا نزل واحد بنقدر ننزل بنفس الوقت. جاي الحين تقولي تنزل أربعة عندهم عندهم خططهم من قبل بس طيب أتكلم سوبلايرز اللي حطت الموزعين هذا يدخلون تحت كورونا برضه، حطت كورونا بعدين كورونا للتجميع مالهم وكورونا للسوبلايرز. السوبلايرز بعد التجميع منين؟ كلها من فوق. لا تجميع الجهاز من السبلايرز غير المجمعين بس صناعه نفسها، بس هذا بسبب كورونا كل اي هذا كورونا هذا كورونا بس لان بي او اي ما توقع هذا مشاكل بي او اي هذا الحال اي هذا بي او اي بعد بالحال ها و اختلافات الاجهزه الكثيره فما عندهم قطع ستاندر كثار يحط يبدلون ما بينهم. هذا اذا كان عندهم الاربعه وتوهم متفقين على الاربعه، الايفون ينصنع من قبلها بشهرين ترى، شو لازم يكون من زمان صنع خلاص. التغيير اللي عندك والارقام اللي عندك تكون تسويها خلصنا، يعني ما راح تسوي شيء انت واو الان كثر ما سويت الايفون 10 ذيك الفتره، طاع شهرين ونزل وخلاص يمشي ومباع وكل شيء. فالشيء اللي تسوي انت الحين تاخيرك معروف انه كورونا، اربع اجهزه ما يعني خلاص، اثنين رخاص اثنين غاليين لأن كان أول ليش واحد رخيص واثنين غاليين. طيب ليش ما سويت رخيص الصغير برو ما يستحمل؟ ما تقدر تخلي برو ما تقدر تخلي شخص عنده برو بجهاز صغير، لا ما بلازا لا هو عن الفيتشرز ما تقدر تخلي برو قصدك يعني كلمة برو ما راح تقدر تحطها في جهاز صغير ذيك الدرجة، يعني كاميرا كاميرتين خلاص بس وقف ثلاث كاميرات بعدين في المستقبل إذا يكبر يعني جهاز. الحين إذا كانت الكلام عد حد اللي قلناه قبل شوي فتحة العدسة والأشياء دي حطها في الـ 12 برو 12 برو ماكس أفضل إن الجهاز أكبر يعني عندهم مساحة بين اللوجو إلى يعني الكورنر اللي فوق دي إن يكبرون هالأشياء دي كلها، واللوجو صارت في الوسط وين مكان النحاس اللي بيحطونه علشان ده عشان هذه الأشياء ده كلها مستهدفة ذي المكان. فإذا بيسوون أربع أجهزة الخطة شو بيسوون فيها؟ تخيل الجهاز اللي أكثر مبيع راح يكون الجهاز الرخيص الصغير الميني، إحنا الكل نعرف الـ 12 العادي اللي هو الـ 11 العادي اللي هو 10R العادي، هذه الخلفاء حقي الخليفي خلفاء خليفاته خلي ذي الجهاز خليفته ذي الجهاز حبيبي اوكي ان هذا اللاين حقه يعني هذا ذا اللي بعده كذا
كم حجمه 6.1؟ اي هذا العادي، هذا اللي والصغير كم 5.8 0.4 تقريبا 4 فشلون؟ انا عن نفسي انا متحمس الجهاز صغير لانه شكله صغير، بس اللي هو الفيتشرز لازم نشوفه من البدايه، وتعرفني هو ايفون ف اي ايفون انا افتح ترى يقول لك اما ويندو واتشر، فهمت شلون؟ افتح الويندو واشوف ها ايش عندكم؟ ما شاء الله زين اشوفكم ايش السنه الجايه. طبعا الكلام تي اف وما ادري شنو المهم تي اف فاختصر انت تطلع كلمات بالانجليزي وخلاص. فالان لا انا مسوي تي اف على اني على راسلها لك انه شيء ستاندر شيء كنا شيء معروف هذا. فالان الاشياء دي اللي نعرفها الايفون خلاص راح ينزل. ابل اتوقع الاشياء اللي مسويتها الدراسه مش قبل سنه ولا قبل سنتين، ده الخطه حقتها ما يقدرون يغيرونها، فلازم تنزل الان. قبل 3 سنوات او 4 سنوات او 5 سنوات يدرون في 2020 السنة اللي الكل كان يتمناها، السنة اللي رقم مميز، السنة اللي فيه الحين بتصير مميز اليوم دخلنا الحين 10 10 2020، ما في احسن من ذا الرقم، يعني شيء مميز 10 10 2020. هذه الاشياء اللي عندك سلف عند بنات بنتي اليوم 10 10. المهم الحين بيقومون يحسبون عمر بنتك. قلت عندنا بنتي بس ما قلت كم الحاسب، ما يعني ما حد يدري كم متى ولدت عشان اي ما عليك علي يشوفون عند الشاشة قولها كذا يعني كم بالضبط. فالاشياء ذي صارت مردودة على ابل. اول حاجة ابل اتوقع انها تنتظر يدرون في 2020 مثلا بينزلون ايباد برو جديد بالميني ليد والاشياء ذي كلها، يلا حين خلي نجيب الايباد اير بالشكل. مستحيل شركة عاقلة تنزل القوة اللي قاعد نفكر فيها في أبل قاعد تنزلها. مستحيل شركة عاقلة تنزل آيفون اس اي بهالقيمة في وقت ما تقدر تبيع. مستحيل شركة تفهم تنزل آيباد برو ما بعرف تبيعه، ولا وبنزل آيباد اير وتدري ان آيباد اير راح تكون مبيعاته اعلى برضو في هالوقت. يعني أبل تقول لك نأجل، لا ما راح نأجل، نأجل تختلف الحسبة عندهم كلهم السنوات اللي قدام تخترب كلها. لا انا اتوقع ما في في تاجيل اشياء الفرعيه. اوكي مثلا الشيء ما طلع جديد الايفون من الاساسيات ان الايفون ينزل كل سنه يطلع حرفيا يطبع ذهب او يصنع ذهب لابل. ابل ما تنزل ايفون سنه خساره، هو خسارة صح، بس هو الايفون قام يقل صدق انه مبيعاته اقل، يقل بقوة بس يلا اكثر شيء يبيع الايفون وشو وغير الهيدونجل اكثر شيء ابل تبيع وشو؟ اكثر شيء ابل تبيع السيرفيسز. الحين صارت سيرفيسز لا قامت ترتفع ما ادري الحين كم صارت. لا انا خدمات اول كانت صدق ان الايفون يبيع بمهول بعدين الدونجل خدمات قامت تجيب بقوة الحين. ففي اشياء اتوقع ان الايباد اير اذا نزل اتوقع بصفيه من الايفون، خصوصا ان الشيء القفز الجديد اللي صارت فيه الناس يقول لك ها عندي ايفون 11 برو اشتري 12 برو او اشتري ايباد اير. راح اشتري ايباد يقول لك عندي الايفون كمل معي خلي اشتري ذا الجهاز. وفي ناس كثيرين الحين ما يحتاجون لاي ايباد انا اعرف، بس انا اقول لك ذا الجهاز يعني يستخدم الايباد بس اللهم يتابع فيه مسلسلات ولا شيء ولا يلعب ببجي شهر شهرين بعدين يحطه في الغرفه وينسى. فالمهم ان عندك ذا الشيء الان، هذا الشيء اللي راح واو راح يكون. فالاشياء دي اللي فجاه صارت لها صعب تنزل جهاز ثاني. لابتوبات وارم لابتوبات ارم فوضى عندهم. والخط اصلا السنه هذه سنه اول شيء سنه ما هو بزين للسوني هذا ما بعرف تصنع السينما مو بزين البرودكت جديد عم مثلا السينما مش كويس حق العالم كله حتى الحكومات مو كويسه لها مو بس الشركات خاصه الشركات اللي عندهم خطط جديده طلع مخططينها من سنين حق هذه السنه سوني اكس بوكس
اكس بوكس ما في ديماند كثير. سوني عندهم مشاكل ييلد حق البلاي ستيشن، شحن طياره قاموا يشحنون عليهم يبيعونه بخساره بقوه تصنيع صناعه يدويه لان ما عندهم خط تصنيع. طيب لو بنتكلم الحين يقول لك ابل نف هذا في الايفون خلاص الحين وقف ايباد ما تقدر تشتري ما موجود في السوق برو اللي نزل ايباد برو ما تقدر تشتري. بلاي ستيشن حرفيا ما بتقدر تشتري لين السنه الجايه، في احتمال يقول لك انه في ويف حق بريوردرات جايه. اكس بوكس بيخلص بعد هذا خسارات للشركات ترى الهولدز جاي اي ودي جاي لك انا بالخير خسارات خساره للشركات اي ال 3080 ما موجود في السوق. شنو 3080؟ RTX الانفيديا 3090 ما موجود في السوق. ال 3070 كان المفروض ينزل تقريبا الاسبوع هذا اذا ما خاب ظني، بس بسبت اللي هي البوتس مال البوتس اللي يشترونه اللي هي الروبوتات يقومون يبيعونه السكريبت يقومون بعدين الناس يقومون يبيعونه على اي باي وهذا دبل السعر. 3070 السعر 3070 بيباع الشهر الجاي، يبون يلقون طريقة عشان يخلون الناس يشترونه ما هو بوت 3070. بس هاي طيب السوق فاضي ما تقدر تشتري شيء. سيريز اكس بوكس اكس صعب تلقى تشتري، بلاي ستيشن برو تلقاه على تلقاه يوصل قريب ل 500 بس شي 4 برو ف سويتش ما موجود في السوق الحين مالي عندي السويتش ما موجود في السوق الحين يبيعون مستعمل على 300 400. طيب هذا الحين الاشياء ف انا بعرف وقت الحين النص يعتبر نوعا ما مدخلهم قليل او في نص يعني الله يساعدهم في ناس فلسوا اوكي ما عندهم شغل من ذي يشتري كل شيء. الناس اللي ما فلسوا انت تقول في ناس يا ان مدخولهم قل في ناس كثيرين مدخولهم قل في ناس ما بيل جيتس وما بس بيل جيتس يعني في ناس بطرانين او ان اعمالهم ما تضرهم. لا احنا يعني معلي بس عن الكلام لك انت تتكلم علي انت تتكلم عن مجتمع راس مالي شلون تتكلم عن مجتمع في دول العالم الثاني. احنا الحمد لله في الخليج وذيلي الراتب انت في الحكومة تشتغل راتبك نفسه، انت في الشركة تصبر عليه الشركة ما تغير شيء. ايه عندنا في السعودية بعد الحكومة نفس الدفع عن راتبك راتبك مع الكورونا يعني في ناس اللي هي الشركات كثيرين ما قدروا يقصون رواتب ما تقدر اعمالهم حتى لان هم يشتغلون يعني بالعكس كان عندهم ذيك يعني مناسب لأن جالس في البيت وراتبه كامل إجازة مدفوعة. أنت تتكلم عن أشياء هنا أشياء الدول أو أشياء هناك أشياء هنا في أمريكا. أنت لا تقول لي الناس غلت فلوس مغلت الفلوس اللي غلت هنا الفلوس اللي غلت في الدول الرأسمالية أمريكا أوروبا يمكن دول أفريقية ما أدري دول شرق آسيا. بس يظل عندنا يعني في الخليج اللي عندهم في شركات في ناس مفصلة بالتأكيد إذا الشركة خسرت يعني قامت بس في دو في هذا دوات خسره بس انه في دافع يعني الشركه نفسها طاحت الحكومه تعطيش قروض هنا الحكومه اعطتك 1700 الحمد لله بس قبل 8 شهور ما نزلت المشكله ان بس انا كلمك الحكومه هنا في امريكا هي سلفت البنوك في 2008 من النكبه اي والحين البنوك مو براضين يعطون اللي هي مثلا نقول لك اللي هي اللي يحتاجون اجار وما ادري وش مو براضين يعطونهم رواتب مو براضين يعطونهم يعني سلف وشغلات. لو انا من الحكومه خليهم يضغطهم خلاص يعني مثل ما طلعناكم من اللي هي التفليس في اشياء والفلاس في اشياء هي خلاص كلهم بس نزيل الحين خلصنا منها 2020 2021 ايش بيصير يعني احنا واو 2021 نستناها تجي 2021 فضائيين بيجون دخل اداد ذا بالحاله يبي له سوالف تغنية الحاله باب لازار قال خلينا نرجع حق دي 2021 الهايلكس مالي بيجي من الفضاء رسلوه مع ايلون ماسك طلق تسلا مالته انا ركبت شراقي نفوره رطيع اوكي وثوم في الكنداس وطيرته ولحقته وراهم. طيب خلصنا من دي مؤتمر أبل يقول لك هذه الأشياء اللي بتنزل ولا مش تنزل والأشياء دي ترى النظارة قالوا السنة هذه حين يقول لك السنة الجاية يمكن السنة بعدها خاتم طفى
سيارة ولا في كلمة له. سيارة من 5 سنوات طفتي مع التلفزيون. أذكر ذاك اليوم في اللايف ستريم أسبوع راح من قبل أسبوع أو أسبوعين في اللايف ستريم مالك قاعد أشوف الكومنت كومنت كومنت واحد تقريبا سأل عن وين سيارة تابل يقول. المهم فهذه الأشياء اللي نعرفها إحنا نتكلم عنها. نجي لحق نوفمبر قبل السنة هذه عندهم مؤتمرات وما بعد مكانها كورونا كورونا البلان اللي في الجدار بس لازم شيء. ينزل لازم خلاص السنة هذه اللي عندنا لازم نخلص. طب خسارة قاعدة تسوي هالشيء هي قاعدة تنزل شيء واو في وقت مش واو. هذا غلط فهمت شلون انت علي؟ يعني الانتصارات مالتي لا ما افهمها يعني انت انك ما في انسان يقدر ادري بس انا هذا يلا هو شيء جديد تتوقع ايش قاعد افكر فيه انا قاعد كني اقرا كابشن شيء حرف الواو في وقت حرف الواو يعني المهم يعني هذا شيء جديد هذا هو موجود وشوفه كذا كذا يلا بكره بنباع بكره بي 3 حبات تبي زياده عندك بعد شهرين اطلب الحين بعد شهرين يجيك لا ما راح اشتري هذا خساره على الشركه ففي ذا الوقت يعني الحين الكل ينتظر الماك بوك اوكي ممكن في دول الخليج مو بكثير لكن في ناس هنا وديلي ينتظرون معالجة أبل الجديد الشهر الجاي. انا معاي واحد في الكلاس يقول لي بيشتري ماك تقول له ماك ارم بيطلع يقول لي وشو تقول له يعني درجة حرارة تخف وغيره هذه وكذا يعني ارم نفس الجوال ما بيشرح المهم فانت الحين الحركة ذي أبل ممكن أوكي ممكن تنزل أرم لحق جهاز برخيص شيء الماك بوك ماك بوك ب800 ب700 ترى أوكي المعالجة حقتها راح يكون عائلة جديدة حق اللابتوبات وشو عائلة جديدة لللابتوبات أبل راح تسوي جي بي يو كاستم برضو لها معالج رسوميات خاص فيها وهي مو بشيء جديد عليه يعني هي هذا مسوي تسويهم بالجوالات بس هناك برضو غير يعني based on اوكي يعني بيسوي كورز زياده تي بي دي اعلى كلوك سبيد فانت تتوقع الحين يتم عندهم اللاين شيدرز 3 كمبيوترات لابتوبات او يدخلون الرابع القديم قصدك البوك الماك بوك كان مش موجود قديم موجود كنسله كان في ماك بوك برو اول قبل كان 10 اكثر من 10 ما ادري 17 انش بس اقتلوه الحين رجعوا 16 انش اوكي الان او قبل 4 سنوات او 5 سنوات اقتلوا الماك بوك اير دخلوا الماك بوك بس ماك بوك الالوان بس ادخل ذهبي واصفر ورمادي الالوان دي قام يبيع في برضو الروز جولد قام يبيع جهاز دراسة جهاز سلق دراسة تفتح تفتح وورد المواصفات اللي فيها ما اعطيها ماي ورست انمي ليش 4 رام بده قال لك ادم وما ادري وش اللي هي المعالج ماله شنو بدون مروحة طيب إيه يعني ما أعطيها عن البورس أنمي مالي لا إيش خلاه هو ماك ما أدري عن شلون يشتغل بالضبط بس يعني لو إن أنا قيسها على مثلاً أقول لك على ويندوز قيسها على ويندوز افتح 4 صفحات لا فروم. لا يفتح لا تتوقع زي كذا لا تتوقع أن الأبل بتنزل لك جهاز زي كذا يعني لو بتفكر فيها او لو ان نشوفها انا ادري انه اوبتمايزد مال أبل وغيره انك يعني في قوة أكثر من الرقم بس المواصفات مالته أحس إنه أنا أقدر أخليه يوقف في مكانه. أصلاً شريته ما بعرف تستخدمه. ما بعرف استخدمه إذا بتعلم عليه بس. يعني أول حاجة وصل فيه وصار فيه i5 8 generation. i5. يعني في يعني مروحة. لا ما في مروحة. ما في مروحة. Okay. في البداية وصلوا لا دقيقة. الام في الام قاعد اقرا لا بس وصل في ماك انا اذكر ما نبي نطول عليه ما نبي نتكلم كثير على هذا الشيء الحين لكن في وصلت مراحل في الماك بوك اسمه في يعني ها في ميزات انا
انا اتوقع انهم يمكن يعدون الاسماء مالين الماكس، يخلون ماك بوك، ما في ماك بوك عادي، ما بعرف كم بلا انا جالس افكر ويه مش باقي اسمه ماك بوك عادي. شلون ماك بوك عادي؟ عادي ماك بوك زي اللي هي الايباد ماك بوك، هذا هو زي الايباد موجود ماك بوك اي، وبعدها والاير، وبعد الاير اللي هي البروز. يعني نفس اول نفس الحين 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 في اير بعد ما كملنا احنا لكم صح. كان في ماك بوك اير، ماك بوك برو 13 و15 ذيك الفترة، ماك بوك ذيك الفترة كان قبل 4 سنوات 5 سنوات ما في ماك بوك، كنسلت الماك بوك اير، جوت ماك بوك اوكي مشيت مع الماك بوك سنتين ما ادري 3 سنوات تقريبا سنتين، كنسلت الماك بوك رجعت الماك بوك اير. فالحين رجعون الماك بوك اللي بترجع الماك بوك، ف الماك بوك اذا رجع جهاز لحق دراسه، جهاز لحق تصفح، اضعف ماك، اضعف ماك اي اضعف ماك، اضعف ماك يعني اي مثل ما شفتها اساسي الاساس بس اللي هو تكتب وتتصفح، بتسوي اشياء ثانيه تقدر تسوي خفيفه في في اي 5 في اي 5 دول كور اي 5 ما هو زي لا تحط الأشياء أبل غير أدري أدري بس دول كور تقدر تسوي فيها جهاز الآن ترى تشتغل دول كور قديمة حتى حقة أبل يوصل يعني أوكي دول كور تيربو بوست يوصل إلى 3.2 تمزح والله بدون مروحة بدون مروحة ما في جهاز شكله لا شكله هو نفسه ما يطلع هيت. كم التي بي دي ماله؟ اتوقع انك ابغى تحط لك هنا ما ممكن تكتب لك المهم ال بي دي دي ار 3 ايه في 2000 كم 2007 اخر واحد من 8 2017 من 8 رام وش دول شانل والشانل واحد وصل 8 رام الى 16 رام جهاز الحين 16 ممتاز ها ممتاز 16 هذا انت معكوس انت كلش ليش يشتري هالجهاز فيه 16 بتسوي فيه اي ادري ادري بس اقول لك يعني 16 عامه ممتازه بس يعني الرام بطيء واجد 1800 1866 حلو الاستخدام هذا ده 1800 هذا الشخ هذا ديناصور بس شقاق ما في شيء بس ديناصور بس يعني انا استخدمته هل راح ما يفيدني اذا اشتريتها في جهاز جديد الحين لا شقاق ما في شيء بس ديناصور ديناصور شغال افضل من طياره وبعد سنتين يصير خربان وما يشتغل لا 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 مو في غير الديناصور سايبورغ المهم في الكاميرا ما بكويسه 480 لان الجهاز نحيف مره لكن جهاز لكن جهاز بهالمواصفات يعني حق الدراسه ممتاز زي الحلاوه هذا الجهاز لازم يرجع حلو لحق يكون في ارم لان في 30 واط والشاحن برضو بس صار ارم كان بيوصل اذا اللي احنا نقيسها على اللي هي الايباد 30 واط ممتاز ممتاز جدا احسن من الايباد باي ذا واي ترى في اي 7 برضو نزل بعدين البدايه كان في الام وصل في اي 7 برضو بدون مروحه بدون مروحه وش شاري انت تعرف 2 ان 1 لابتوب وهيتر في نفس الوقت ما حد ولا حد اشتكى افتح الماك وشيك افتح في الفيديوهات وشيك اذا حد اشتكى ما مره اذكر احد اشتكى عند الشيء جهاز مهجن بقوه بشتري لي واحد في الشتاء ما بشغل هيتر بشغل جيك بنش شوف انت اذا بيرتفع لانه ما حد اشتكى ثاني حاجه الجهاز اللي بيشتري الشخص افتح وورد اخلص افتح اليوتيوب اخلص اشوف افلام اخلص جهاز يطول معك حق بطارية فأبلز بترجع حق حق الطلاب أو بالعكس هذا. أصلاً ما اللي هي الأرم هي مصنوع على كذا أو ممتازة جداً لهذا الأساسية اللي تصفح هذا الشيء اللي كان الآن لكن أبل تبي تسوي الأرم لا مش حق هالشيء
الارم بتاع كله بتخليه بس اقول لك يعني اساسيا يعني اذا بداوا من هذا فهذا الشيء في الجهاز هذا يعني هو كان اول 1.4 جيجا هرتز الى 3.6 جيجا هرتز الجهاز ما راح يصرف بطاريه انت تسمع فابل تقول لك الحين بيوصل من 15 الى 20 ساعه استخدام الاجهزه عندها يرجع توب توب معالج حق يقدرون يحطون اذا نزلوا الايباد برو الجديد الـ A14X ينحط فيه ما أدري كيف راح يكون الأداء فيه حتى الـ A12Z ينزل فيه حلو إذا كان نحطه في الماك ميني لو يحطون فيه A12Z خلاص تحس إنه توب بيكون في ذا الجهاز لأن ذا الجهاز A12Z تحس إنه بيصير قوي عليه المهم إنه شو بيسوي فيه جهاز يعني والـ A12Z بعد حطينا ذاك مروحة في هيت سينك في الأيباد ما في هيت سينك الايباد ما فيه هيت سينك بس هم قاعدين يختبرون على A12Z مال الماك ميني طيب بس انا اقول لك في الايباد هو A12Z موجود اوكي ممكن يحطون نسخه الايباد وهو نفسه ادري بس ذاك في مروحه وذاك اي انا عارف بس يمكن ذاك في بايدز وما هو بنظيف والجهاز ما بيجي على بدون فهذا هنا جاهز شغال تاخذه تروح المدرسه يوم كامل ترجع شغال عندك تفتح وورد تفتح اكسل تفتح الاشياء دي الخفيفه تكلم الشباب عندك الاي مسج تتصفح خلاص تدفى ما بين الحصص الـ A14 انت تتكلم عن شباب في الواقع مش موجود ادري بس تمزح بس لازم تفهم الناس ان هذا الشيء انت اللي اخترعته ترى وقف بودكاست معلي فاحنا يمكن الشخص يعرفون بجديتك شنو اي ادري بحرفيا اللي قاعد انا اتكلم مع احمد صير احنا برا تمشي نتكلم فيها ما فرقت اوكي انزين أنا جالس أتكلم معه في يعني الكلام أحيانا غلط عمدا قاعد أمزح فعايز بس تدقق شوي وتشوف أنا شو أقول ولا تقدر تقبل طيب هذا الشيء أبل كنسلت رجعت الماك بوك إير في مروحة اللي مش مركبة عادل أصلا مروحة شو هذا بعد مش مركبة اللي مركبة بالجنب ما راح تشوفه هنا بس المروحة مش مركبة يعني على الأقل هيت سينك كذا ومروحة ما مركبة على أي شيء بس تشم الهواء فهمت شلون؟ يعني تقولي إن الديزاين ما هو ممتاز عمداً؟ الديزاين الداخل ما أدري ليش ولا الديزاين رخيص كذا عمداً؟ ما تدري عنهم ليش سووا كذا بس الجهاز شغال المهم هذا الجهاز يعني ما أتوقع إن فيه خيارات أشياء إحنا بننزل على الآيف أوكي بعدين بننزل معالج بدون تربح الحين بدون وشوف النار يعني مروحة في الجنب ومركبة على كل شيء أوكي يشم الهواء يمشي يشوف الوضع شلون شال يشم الهواء يعني يمر عليه الهواء بس كذا مرار بس مو مركب عليه توقع الأشياء اللي تسويها تحس إن تمرن أبل أشياء تبي تجهز جهاز إنه خلاص بعدين يعني بعدين تخيل تحط معالج آرم نفس الحركة ومروحة في الجنب زي كذا بس إنها تضرب الهواء يعني يمر عليه هواء ما راح نقدر أوكي آرم أصلاً أرودي ما بني بدون بس بتحط المروحة وحطت يمه مروحة بالجنب كذا الأشياء اللي بتسويها فالآيباد إير إذا ضغطته وأنت قلطان إنك ضغطته تثب حارته بس أنت ضغطته أنت ما تجي تقول لي أجي أنا أقول لك يقول لي وش أخص الآيباد إير حقي تثب حارته واجد وصر أقول ليش قاعد أنا والله أسوي مونتاج ولا فاتح الآي موفيز بسوي عدل بأي موفي بعدل فيديوهات أنت الغلطان انت تبي تشتري انت ما تكذب على ابل انت تكذب على نفسك تشتري جهاز بهالقيمه تبي تسوي في شغل هالقيمه فهو الجهاز مش مصنوع حق هالشيء مصنوع بتشوفه في العام لان الايباد اير بيسكلي الحين لحق الطلاب نفس الماك بوك لان الماك بوك مش موجود نفس كروم بوك بورد تصفح هو حق الطلاب تأدت خفيف تقدر تسوي في الايباد اير بس مره بتسوي الماك بوك اير بس شغل خفيف مره قبل الاشياء دي الماك بوك برو 13 اللي بينقلب 14 مثلا قدام التغيير اللي راح يسوونه الحين قبل اللي سوت حطت معالجات الخاصه فيها عندها فلوس في الجيب يعني مثلا اجيب لك ماك بوك 16 اللي عندي هنا ماك بوك برو 16 قيمته ب 4000 ما هذا اي ثاني 4600 دولار اوكي ابي احط فيه معالج ارم وبغلى بقول لك شريب 4600 دولار 4800 تقريبا ما تسلف لي المهم اوكي ف
هذا الجهاز عندك تجي وبتشيل معالجات معالج انتل بتشيل التوتي اللي فيه والاشياء عندها عندها قيمة تقدر تقللها يعني شلون موارد في الجهاز تقدر تقللها هل راح تنزل السعر يعني في اشخاص يقول لك او ابل هل راح تنزل السعر ابل عندها خيارين في ذي اللحظة اقدر انا انزل السعر واكسر القاعدة حق الشركات الثانية تقدر تسويها مع ان ابل ما تفكر بشركة ثانية وشركات ثانية في بعض الشركات قاموا يفكرون في ابل يعني قاموا يسوون نفس التصميم ما راح اقول لكم هواوي ما راح اقول هواوي فهمت شلون برا الحسبه خلاص في السعودية قاعد تبيع تنزل جهاز جديد اسبوع ما اسبوع راح لابتوب جديد لابتوب بس كيف ياخذون انتل ما ادري شنو انتل كيف تاخذ انتل المهم جيبات قديمه تقريبا اعطوها ما ادري والله لا تقريبا اعطوها تنجريشن انت فاتح العلاقه معها ما راح انتل شركه امريكيه ما راح تقريبا المهم إذا الشركة البريطانية اللي هي ARM اقطعت ما أدري إيش اللي صار المهم خلنا نكمل الحين الشيء إذا الشيء كذا عند أبل الحين تقدر تقلل القيمة لكن غلط إذا قللت القيمة شلون غلط قللت القيمة ليه أيوة الآن أنت كشركة الآن أنت كشركة جالس معاه مثلا انا جالس يمك واحنا عندنا شركه عندنا اللابتوب هذا بذي المواصفات نبيع احنا ب $2000 اوكي الحين نبيع احنا ب $2000 او صناعتها قصدك ب $2000 نبيع ب $2000 اوكي نبيع ب $2000 ما علي من السعر والقيمه حقته لا نبيع ب $2000 طيب الان صار عندنا خيار ان نبيع ب $1500 كم الرباحه ما اتكلم عن الرباحه هنا انا اوكي عندنا خيار في الرباحه صح بس انا ما اتكلم عن الرباحه انا جيت قلت لي انت علي لا خلينا نبيع ب 1500 عندنا حركه نضرب السوق فيها بقول لك لا احنا عندنا اشياء بنحط فيها قويه هين جديده بنحط فيها كاميرا بنحط فيه كاميرا افضل بنحط فيه يمكن الفيس اي دي بنحط فيه يعني الميني لد مثلا بنحط فيه يعني بدل ما نقلل نحط تكنولوجيات زياده اللي موجوده فيه التقنيات الزيادة اللي نقدر تكنولوجيات التقنيات الثانية اللي ما نزلت يعني لو انك يعني اتوقع الكل يدري ان التقنيات اللي في موجودة في الايباد بسنين اعلى من اللي في اللابتوب ماك بوك 16 مثلا اللمس القلم الجيروسكوب الالتي اي الشاشة الليدار الكاميرات وضوح الكاميرا يعني ذي المايك المايك صار في الماك بوك بس ما قلت الشاشة قلت الشاشة يعني ذي الأشياء ليش إحنا ننزل سبيكرز ليش إحنا لا في الماك بوك 16 ما حد يقدر يتكلم 16 أنا قاعد حسب دقيق ما تكلم عليهم المهم كلها ما نتكلم لك يعني يقدرون يرفعون كل شيء ليش أنا ننزل 1500 وأخلي نفس الشيء طيب والتقنية الثانية اللي أنا بسويها ليش ما اخلي نفسه واحط ذي للجدل معك انا هي على حسب الرباحه اتوقع ابل رباحتها بتكون افضل حتى لو تحط نفس القيمه ذي رباحتها قويه أيه. المعالج الارم ترى ما بيخلف في 20 30 دولار او اقل برضو قصدك قصد النار خص من انت بكم اتوقع انه يعني هم عندهم يعني تعرف اللي يبون ياخذون 30 40 مثلا 50% رباحه اوريدي عندهم رباحه أكثر. لا هم من كل مثلا البرودكت ياخذون من رباحه معينه فاذا رباحتهم زادت ينزلون السعر شوي بس ويكسرون السوق عادي اول حاجه بابهم انت تقول 800 400 يمكن ينزلون 700 تقدر يمكن ينزلون 200 300 بس يبدا من كذا يعني يبدا تعرف اللي هي من 500 700 هذا نفسه ومع اللي هي معالجات ARM ما اتوقع يصير عندك اوبشن تغير الارم الرام اي شوف مع معالجات الرام ابل من متى تتكلم عن جهاز ابل متى ما يتغير الرام في اللابتوبات من 2012 الرام هذا مالتي ما اقدر اغيره ايش تتكلم عن الشيء لا الاوبشن الرام اوه ما اقدر ارفع يعني ما تقدر ترفع انت بتشتري وتعرف يعطيك 8 16 انا اشوف ان ابل لازم ترجع جهاز لابتوب يبدا من 700 هذه بينزلونه متاكد انا بينزلونه على 700 600 ماك بوك وبيسكلي ايباد بكيبورد انكلوجر مع سبيكرات وشغلات احسن و
وقتي كله. ايش كنت بقول؟ نسيت. بعض الاشياء اللي بتسويها، اشياء اللي كانت ابل رقبتها في انتل، كانت تنتظر انتل يلا انتل نزل معالج جديد يلا، طيب نزلت معالج في حراره الله يسامح عشان انتل يلا خلي انتل بعد انتل ايش سوت الحين؟ ما بقى شيء ما سويته. الهيت سبراتر مالها اللي هي الحديد هذه اللي على الداي اللي يشوفونه بالمعالج الحديد، نحفوا تنحيف مو بصاحي كله بسبب انه ما يقدرون يغيرون، ما غيروا المانيفاكتشر بروسس، ما نزلوا الداي فينحفونه الداي بعد الداي نحفوه، الداي قام يحكون في الداي بالمليمترز ينحفونه شويه بشعر تنحيف. الحين هم يشتغلون على TSMC manufacture process 14 مليمتر بلس بلس بلس، يا أن بلسين يا ثلاث بلسات. شوف يعني أنحف وأصغر من كذا وألعن من لأن الحين هم ترى انتل شو يسوون كل سنة؟ ما عندهم إلا أرفع الحرارة أرفع هذا الطريق الوحيد عشان يظلون فوق. المشكلة أي المشكلة اللي قاعد تسويها انتل اللي يعني خطة أبل تتعارض مع انتل. الشركات الثانية عادي الشركات تجلس 6 سنوات 7 سنوات يمكن نفس الشكل أو نفس النحافة، أبل الهم عندها النحافة ده الشيء يعني هاجس عندها. هذا الحين في شركات كثير قام يحطون أوبشن AMD، لأن AMD خلاص خاصة الحين اللابتوب مع اللابتوبات جيمينجز ورايزن 3 لابتوبات جيمينجز رايزن 3 أحسن شيء للجيمينج خلاص. شوف أنت اللي تتكلم عن ان انت الاوبريتنج سيستم حقك او السوفت وير حق الشركه، يعني انا كشركه ويندوز انزل هذه انزل هذا والعميل يلا خذ انت اختار اللي تبي النظام بيشتغل على الاثنين. ابل لا انا بجيبه في ماك انا نظامي يشتغل على ذا الشيء، انا تبيني اغير ما راح انقز رقبه ثانيه مره ثانيه خلاص لازم افك السيره دي كلها لا اروح شركه ثانيه وانتظر يلا شركه انت ايش بدك تنزل كل شيء مثل ما قلت بعد نقزتهم لشركه ثانيه. يعني بالتأكيد ان اغلب التطبيقات بتشتغل كويسة بس ما بتشتغل بالستاندر ابل، بيظلون عندهم وقت مثلا لو انهم انقزوا سنتين مثلا يقول لك لا 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 ارم لا اللي هي ام دي اخر سنتين يم ارم جابت العيد لو انقزت هي AMD. اي ارم جابت العيد يم انتل جابت العيد اخر سنتين لو انقزت لاي ام دي هي فبتضل سنتين هم بيشتغلون اغلب التطبيقات كل التطبيقات بيشتغلون ممتازين بس بيظل عندهم ما هو ليفل البولش مال ابل فهمت شلون في يصير عند باقات كثير شغلات كثير لا مو بلازم روزيتا بس بيظل عندك كم لازم تسويها شنو من تقلت الاول روزيتا وان بس ذيك ناقلين من باور بي سي ل اكس 36 في بروسيسنج لوجيك يفرق هي بتمشي نفس الحركه لكن انا نبريك اللي بتكلم عنه انه تغيير أبل للمعالج مالها صعب جدا أو ما هو بسهل بسبة إنه حاكرة كل شيء ما في إلا شيء واحد وكل الناس يقولوا ما في إلا هذا فلازم نصمم حق ذا لازم نشتغل حق ذا إذا يطلع شيء جديد ما في شغلات كثيرة تشتغل عنده ما إحنا عندنا بس أوكي كمل إذا طلعوا معالج جديد أو إذا بدلوا مثلا نقول لك بدلوا من ARM ل من Intel من Intel ل AMD أوكي في فرق مثل AMD مثل Ryzen 2 في 2 كاش بولز كل كورز يأخذون من كل واحد من كاش بولز AMD Intel غير أنت قفزتك أول حاجة القفزة ما هو كبيرة بس بضل فيها مشاكل بس إن أقل مشاكل من إنك تصنع معالج خاص فيك إيه أدري بس إن هذا الصح إنك ما تنقز رقبة ثانية. القفز اللي سوته الحين أبل ذي حق ذي الشيء الحلو فيه شنو؟ الحلو فيه إنك بتسوي جهاز أنت تتحكم في النحافة أنت تتحكم في كل شيء خلاص أنت تتحكم بالمواصفات اللي هندرس في الجاي بنحط المواصفات ندرس الجاي بنحط كذا كذا والله تدرون خلنا نحط 5G في الجهاز حق كيف نزل كذا تدرون نكبر حجم البطارية أنا اللي واقف عليه الأوبشنز مخذة عندها باور زيادة عندها باور لدرجة إن مايكروسوفت نفسه ما عندها هذا الباور في اللابتوبات اللي عندها يعني ما في شركة الآن لابتوبات نفس أبل بتصير في عندي الجهاز كامل أنا اللي أسوي تصميم حرفي كامل كل قطعة كل شيء أنا اللي أسوي انت الشركه اعطيني كذا اوكي المعالج حقي خلاص بس يعني دي الشيء
الستب القادم لأن الحين طلعت أخبار أن الجيل الجديد بالشكل الجديد الحين السنة الجاية السنة اللي بعدها بالماك بوكات في شكل جديد لازم. يعني أظنه أي ما تغير علينا الحين يعني الحين الماك بوك اللي عندنا ما تغير اللي شريته أنا دم كم لكم كم لسنة الحين 4 سنوات ولا 5 سنوات صار الكيبورد الحبوات البازل الشكل أول نو يعني إيه دي الحركة اللي سووها الحبوات والكيبورد ما 16 بس تغير الفورتين كم تتغير شكله مثل الأشياء اللي بنسويها لا حرفين يشبه زي السيارات زي الفيس ليفت وفي الأول نو هذا الشيء حلو اللي أنت قلته أنا أكلمك عن التغييرات القوية إيه هذا أول نو يعني إيه مثل الجهاز حقي ثاني شيء تغيير في 2016 أو 2015 تقريبا الحين 5 سنوات مرات 5 سنوات السنة الجاية 5 6 سنوات خلاص الحين تغيير جديد الحين يوكي زين بس ال 16 هذا توي جديد ما أخذ سنة هذا حجم شاشة بس إيش سويت أنت جديد الشاصي نفسه ما بكبر الشاصي فرق بسيط بس الشاشة حجمها أكبر بس جهاز أطول بشوي بس ما سويت شيء جديد أنت أنا أكلمك عن أشياء داخل يعني أشياء نحاف الجهاز الوزن يقل الأشياء الجهاز راح ينحف أكثر مرة عندهم القدرة إن يسوون نحافة ليبات يتم جهاز شو اللي عندهم قدام لا لازم يضل بطارية والحجم حجم وشاشة الحجم حجم كبير عندك مساف أنت بدل ما تخلي لا تقدر تقول إن الآيباد مع الكفر لا أقل ليش الآيباد هذا حجمه الحين وصل دي هنا لا نتكلم الثيكنس أنا إيه هذا حجم الآيباد كذا الثيكنس علي سماكة علي أنا أفهم بالعربي إيه؟ حجم الآيباد عندي هنا أوكي وهذا الثيكنس حقه السماكة شلون أعطيتني مساحة أكبر أنا 16 إنش أوكي أقدر أقلل زيادة قصدك إنك توزع القطع فرشوم توصل عندك الأشياء اللي تقدر تسويها لا بس يضل الماك يحتاج بطارية أكبر لأنه بيسوي شغلات أكثر الشاشة بتصير أحسن في سبيكرات يعني شو اللي عندك في الجهاز اللي صار ارم شو اللي عندك في الجهاز داخل داخل بطاريات داخل البطارية والتقسيم مالها سلاش يعني بطارية سلاش بطاريات واللوجيك ايش كبر اللوجيك كبر خلاص شو اللي باقي داخل الجهاز المداخل ايش اللي باقي داخل الجهاز قطع داخلي مداخله طولهم خدم كان كله اللي في الجوانب شو اللي بعدين شو اللي عندك داخل الجهاز ما في شيء كيبورد ما في شيء فوق مرتفع بس يظل في ثيكنس عشان المكان النحافه قد ما كبرت انت عطيتك مسافه اكبر تقدر تنحف هل ما راح نوصل حق ماكسي بعد البرو لازم يصير قوي ف هيت سينك يمكن مروحه اوتوكاد مو قوي المهم مروحه هيت سينك معك وثاني شيء الديزاين اللي احنا قلنا نقول ان هالكبر ماخذين يعني اللوجيك مال الايباد مال الايفون بس ما هب لوجيك مال يمكن اكبر يعني الماك بوك كان اللوجيك هذا كبره الماك بوك كله بطاريات لدرجه يفتخرون فيها ومنزلوا ان البطاريه ماخذين هيلين اخر اج وكان انه في زي مقعر ايوه جاي زي كذا صاير زي السلايدز في البطاريه هنا غريب هنا اطول كذا مستوي على اخر مكان شوف شلون اللغة العربية الفصحى المهم انه منعوج ما يسمها ففي النهاية الأشياء اللي راح نعرف قدام طبعا ترى أخذنا السوالف وهذا السوالف اللي كنا كل مرة نسولف مع بعض كذا فيها فراح نشوف قدام ايش الأشياء اللي راح نتكلم فيها نكمل معاكم طولنا عارفين قدام الأسبوع الجاي راح يكون كنا عن أبل ما أتوقع انه لا في اي ليكس اي شيء يطلع عندنا نشوف الاشياء اللي يعني عندنا كم ايفون 4 ايفونات راح نتكلم عنهم راح نتكلم عن الايباد اير راح نتكلم عن الماك او اس اللي في مؤتمر ابل ممكن تعلن عن الماك او اس 11 بيج سور لازم تنزله في مؤتمر ابل خلاص لان كل سنه بيج سور بيج سور نزل نزل عندكم انتم لا ما بيج سور ما بيصير اعلانات عن السنه راحت ما اللي اعلنت عن السنه اعلنت عن السنه ما بعد بيكسر هذا اللي بينزل الحين هذا الماك سوفت وير ولا والله العظيم انت قمت تغير حتى انا قمت اعرف قمت انسى الحين هذا اللي السنه راحت نزلت كاتولينا هذا اللي نازل هذا اللي موجود منذ مهافي اجل مهافي اللي قبله
اللي بينزل الحين هذا البيج سير الماكو اس 11 القفزه ال 11 الجديده حقتهم، فهذا اللي بينزلون فيه. المهم هذا اللي بيدعم ارم. ايه ما تكلمنا عن بعد ال السيرفس اكس الجديد شو يسوي اللي بيدعمون الحق مقوينه تقريبا عشان يدعمون اللي هي ال التطبيقات الاميليشن مال اكس 86 حق ارم لانه هو ارم. بس اكس اللي السنه راح تنزلوه اي هذا لا اكس الجديد بكمل الايمان. وثاني شيء اذا ما خاب ظني فقديه لان انا تقريبا قلت لك من قبل انه ما مره شفت ارم سي بي يو سلاش جي بي يو سلاش اس او سي سلاش ان بي يو اوكي ديلت يعني بدون اللي هي الهيت سبريدر اللي عليه اللي هي القطعه اللي فوق انا ما قبل تعرف تحط القطعه السوداء ما اسمها بس اذا ما خاب ظني المهم وقتي ليش ما عندي نفس المهم انه هل ويندوز تحارب ان تسوي معالجات ارم نفس ما ابل بس نجاح ويندوز يبيله سنين يبيله سنين التقطيع ده راح يطيح ويندوز اكثر طبعا ما راح يطيح ويندوز لان ويندوز هي اللي ماسكه الجهه الثانيه والشعب خلاص هذا في ناس ما سمعوا يعرفون لابتوبات ابل والماك ويندوز البرامج حقها لكن بتطيح البرمجين مبرمجين بيطيحهم بسبب ذي الحركة المبرمج راح يعتفس وين يروح تبقى هنا أنا أبقى هنا أنت وين يرقر روح هنا يعني لازم تورينا قدام يلا تعال أبل لا المطور كيف يلا هذا هو موجود هنا سو كذا خلاص تابلو سنتين بنحول كلنا ويندوز ها نحول آر أوكي لا في بس ترى أنت قاعد تنزل AMD قاعد تنزل الحين معالجات X86 يعني عاديين إحنا نروح نبرمج هنا ولا نبرمج باثنينهم لانه فاضي وش الاجهزه اللي منازله ارم يعني ابل جت فجرت بتنزل اي ماك ارم بتنزل اشياء قويه ارم وش اللي موجود ويندوز ارم اجهزه أوكي. عاديه ضعيفه فهذه المشكله وقليله لان للحين ما بعد ينزل ويندوز 10 ارم اديشن مال ويندوز 10 اكس اذا ما خبرني اللي مايكروسوفت نفسه مش قادر على المطورين تبي شركات بس هم يتكلموا عن الإيميليتر مالهم ينقال له بيصير ممتاز. أنا البداية وجهة أبل رايحة فيه أبل ما راح تخطأ يعني على طول أبل هل راح تخطأ وما راح تسوي شيء عادل في الأرم؟ لا أبل ما راح تخطأ في الأرم أبل على طول عادل لأن أبل في ذا الأرم إن مطورينها مالينها اللي مطورين عندها هي اللي ماسكتهم هي اللي بيطورون عندها مسكرين هذا الشيء شيء مسكر يعني دي الشيء مقلق ما ب... ب... ليش ما شش أي كلام يعني انا اقول لك اياها شش شرح مالك ذي المطورين مالين اللي يسكنوا المطورين يعني انا المطور انا تقدر بطن بطتكم تقول بطن بطتني قبل من بطن بطتكم بطن بطن بطتني اذا بطتني بطن 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 بطتكم عند بطن المطور انا المطور عندي انا المطور عندي انت اصلا ما قلت شيء عادل بس انا المطور عندي وانا اللي اصنع الجهاز وانا اللي حاط الخطوات لحق صناعه برنامج لي انا اللي ماسكك أنا اللي سهلت لك إنك تسوي لأنه ما في إلا أجهزتي. مايكروسوفت كيف تروح حق إنتل تقول لها ممنوع تسوي معالجات إكس 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 تروح حق AMD تقول لها ممنوع يلا وقفة علشان نحول ARM ما تقدر. لازم تمنع لا ما ت آه مشكلة ما تقدر ما شيء مش شركة بالحالة أيوة ما شركة أيوة أقول لك إياها أنا أدري إنه ما تقدر أنا أدري إنه ما تقدر بس هذه مشكلة المفروض إنهم الشركات هذولي يعني يصير عندهم الفيجن للمستقبل مثلا AMD شغال على ARM جي بي يو ARM سي بي يو ايوه تشتغل على الجهتين وتمشي بس انزل انا خساره اذا نزلت ما في برامج هي مشكله مطور كيف تجيبه كيف تقط يعني كيف انا اجلس بكره اشوف ان الاسواق كلها ممتليه اجهزه ARM عشان انا ابدا اصنع اذا انا مبرمج ما راح اشوفهم على الكونتينرز وعلى او على الموجود على الشيلز على المرفوف موجودين شلبس على موجودين على الرفوف هناك وبعدين انا اقول اوكي بروح اطور ما راح اطور انا متطور اذا شفت الناس قاعد ماسكينه وقاعدين يكتبون لي انك عندك غلط يلا برنامجك ما يشتغل عندك يمكن اطور ما راح اطور زي كذا
وثاني شيء لو تفكر فيها عندنا أتوقع أن الويندوز بيقفز بيلحق اللي هي أبل في الأرم بيلحقونها يعني خلال كم من سنة بس خصوصا في اللي هي اللابتوبات قفزة اللي هي الكمبيوترات أو قفزة اللي علي غلط أنا قاعد أتكلم أنا أقول لأن أنت في رؤيتي ما برؤيتي دي بس مشان هذا اللي يعني الفكرة ARM بعمرها فهم بيستخدمون ARM اللي يحتاجونه في البي سي شاب مشبوك في الكهرباء بيسحب القوة اللي يبيها كلها أنت تتكلم زي كذا أنت الآن سويت مفترق لحق مشاكل كبيرة تصير أدري أنت الحين دقيقة أنت الآن ويندوز هل طلعت من الشاشة الزرقاء ذيك الأول ما يسمونها بلو سكرين إيش فيه اللي هو البلو إيه بلو سكرين بلو سكرين طلعت من هنا ما راحت فيه لا بلو سكرين ده مشكلة من كنت إنزين أنت بتصنع يمكن بلاك سكرين هذا خلاص عميت يعني بلاك اوت صرت يعني فلا تصنع مشاكل وانت مع انت لا تسوي انت عندك مشاكل لان عندك مشاكل اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اسمع انت عندك مشاكل الان سبحان الله بطبعها على شرط انا بطبعها على شرط علي اذا جيت انا قلت يو هاف ا بروبلم بيكوز يو هاف ا بروبلم انت اذا جيت الحين قلت لك عندك انت هذه المشاكل اجي انا اقول لك لا راح انتقل حق ذا الشيء تقول وخلهم اثنين موجودين يقول لك لا تبي تجيب لي مشاكل زيادة انا دي ما بعرف احلها فانت تتوقع ان الحركه ذي اللي تسويها الحين ابل اتوقع انها بنجح تنجح فيها في الارم بحركه ذي اللي تسويها وسهل عليها النجوح لكن الويندوز انت تتوقع شلون الويندوز راح قصدك كيف يسوي ترانزيشن لحق الترانزيشن صعب جدا والمقطع زين انت تخيل وفي متاكد ان في ليجاسي اوبس كثار بيمحون من في الوقت او انت كمستخدم ويندوز شو المشاكل اللي تطب فيها من الويندوز نفسه الابديتات كبرامج يعني علي دلوقت القلطة دي اللي بيصطبون فيها يتمون نفس الشيء القلطة اللي بيرتبون فيها ما راح أقول لك واجد لأنك ما راح تستغني عن الويندوز ولا أنا يعني في أشياء أنا أقدر أستغني عن الويندوز إذا تخرجت مثلا يمكن إذا رحت عمل يعني في أشياء ما أقدر أقول لك لا الويندوز ينمحي من الوجود لا الويندوز في رجع لا لازم أنا الماك ما راح يغني عن الويندوز إلا إذا فتحت لي بزنس خاص فيه وكل شيء يمكن أروح له منه لكن مثلا شركة في برامج لازم اروح لها انا اكلمك الحين كأنت فول ويندوز يوزرز يعني ما عندك اي شيء غيره اوكي انا الان اقدر اقول لكم 2% في الويندوز يعني في شخص اني ما استخدم عليه ما هي انا ما استخدم الويندوز في لا تشغله خلي الماء الصوت عادي انا اتوقع اذا ما خبطني شغال خلاص خيطه اوكي ف انا من النوع اللي الان السنه هذه 2020 يعني استخدمته في جانيوري فيبيوري وقفت سكرتها ما استخدمته رجعت الان شغلته لان عندي برنامج لازم اسوي هوم ورك فيه عليه ما استغني عن ذي اللحظه طيب اذا خلصت هل تقدر تحط ويندوز على الماك؟ إيه. ويندوز على الماك يا فرجول مشين. هاي شوف الأشياء اللي جت لي الخيارات اللي جت لي الحين أنا أقدر أسويها. أول حاجة أقدر أحط ويندوز على الماك. لكن الماك اللي عندي أنا مش شاري لحق دراسة. أقدر أخذ الدراسة أقدر صح. لكن برضو أنا ما راح أعلق 5 كيلو 6 كيلو في ظهري اليوم كامل. الهدف حق الدراسة حقتي اني اخذ الجهاز ما بي اجو والبلاستيك ذا كله ذا بينكسر من ورا البلاستيك ذا الشوب المهم سمعت طقطعة وش والله الصوت غريب ليه الصوت ديلي ضغطت انا على الشبك اللي ورا ذا انك ضغط على المروحة المهم
سبع يعني اجلس من الثمان الصباح لين دو ظهري كذا كفايه الكتب اللي بحطها. انت بتحط ماك بالحاله بس فعلا بالي قدام انا بحط البورد حقتي حق الدراسه بحط اشياء في ظهري بحط المج حقي عرفت شلون انت تتكلم عن شهبي وبحط الكافي حقي خلاص غير الجاكيتات وغير ايش اللي بيجي ولا ايش ينكسر ظهرك تركب الباص وتمشي وتشيل الشنطه تحطها على جنب الخلع اللي فيني في ايدي انا وما ادري شنو الحين ما في علاج له مستشفيات كلها لا السعوديه علاج طبيعي لا اشيل عظمه من رجلك احطها انا وانا شايفني بالسعوديه المهم ابتر يدك ليش بس بشيلها بس مو بحين خل خلص دراسه خلك سايبورغ المهم في الاشياء دي ما بيها فانا ماخذ جهاز لحق دراسه خفيف عندي خيار ثاني اللي قلت لك عن اني احط الويندوز في الويندوز في الماك لا في خيار ثاني وحلو الحين مسوينه لنا في الديبارتمنت حقنا انت ممكن يسوون لكم اذا دخلت الجامعه عندي لينك اعطوني اياه في الديبارتمنت افتحه افتح متصفح كمبيوتر اللاب حقي باليوزر حقي هذا كنت بقول باليوزر حقي مال الجامعه يعني اي شيء حاطه في الجامعه هناك افتح الماك حقي في اليوزر واشوف اي شيء مسيفه اسيف الشيء في اليوزر هنا اروح هناك الجامعه الصباح وافتح الكمبيوتر او اشوف هذا اللي مسيفه اخذه اقدر اخذه من نفس المكان هذا عندي خيار ثاني برضو لكن في بعض البرامج مثل الحين انا ادرس باور 414 كلاس في الهند ما نتخرج تعطيني برنامج احمله في الويندوز برنامج مجاني بس مش موجودين في كمبيوترات الجامعه كمبيوتر الجامعه مش مسموح لنا نحمل شيء نثبت شيء فالفيرتشوال اللي حاطه انا برضو ما يسمح لي فمايكروسوفت سيرفس اللي عندي هذا لا شغله تك 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 سوي كل شيء بي سبايس افتحها شغله بي سبايس في الاشياء دي اللي استخدمهم اللي هو تقدر تشغل فيرتشوال ماشين وتحمل تطبيق عشان تسوي ريموت كنترول من الايباد مالك هذا اوريدي قلت لك عنها اي لا بس انا اتكلم الفيرتشوال ماشين هنا محطوط في الماك الموجود عندك في البيت وبس في الماك في الماك بوك مالك اللي في البيت الثاني 16 طيب. ما فهمتك في الماك بوك في 16 تحط فيرتشوال ماشين فيه عشان اسوي وتشغل ويندوز فيه طيب هذا اوريدي قلت لك سويت لك اياه اي وتستخدمه في لانك تروح انت بالايباد الدوام صح تبيني اروح بالايباد واستخدم الويندوز اللي هنا عندي المايكروسوفت سيرفس الحين خلاص يعني ان انت تاخذ المايكروسوفت سيرفس الايباد احيانا ولا احيانا بس الحين صار في وقت يعني خلاص ما يحتاج هذا يعني ما الان حل تسحب عليه الان حل الشيء في ذا الوقت انحلت لان كورونا المدرس ما قام يحطون لكتشرز عندنا يعني ما يقدر يحط لكتشرز لان قام يجيب اوراق بالعربي اصلا مدرسين ما قام يشرحون انا عندي مدرس لي ثلاث اسابيع الحين مرضي داوم ما ادري وينه امس جوني يوم رحت استنى الباص المعطل بس المدرسين قاموا يصورون فيديوهات يرفعونهم ما يسوي اي شيء واصلا يحس انك يقول لك انت لا تجي بس انا ما اقول لك لا تجي تعال بس انك ترى انت لا تجي يعني لدرجه ان حركه الغبيه اللي مسوي في اتندنت كلاس طيب لا جيت وش تسوي تخيل اتندنت وين عند الباب لا تجي وتجلس وتفتح الكمبيوتر حقك وتفتح المتصفح تفتح موقع الجامعه تسوي ما استفدت بجيتي انا اقدر هنا افتح الرابط اسوي اوكي زين يجلس هو يقول لك لا تجي او يقول لك لا تجي يجلس لا تجي باسلوبه اللي ما داعي يعني انا الحين جيت جلست يلا اشرح عندكم سؤال كله كذا الحين تجي تسوي يرسم لك رسمه اللي هي رسمه السيركت يعني الدائره الكهربائيه يقول لك بس ما في دائرة كهربائية الحين خلاص من دائرة كهربائية دائرة ليزرية لا يعني ما ادري شلون اقولها لكم خلصنا المهم وصلنا قدام حطوا شيء بس دايودز وهالاشياء دي خفيفة يلا حلوها انت اللي رسمها اللي يلا حلوها هذه الهوم وورك اللي تسليمه اللي بنسأل اللي اوريدي انا عندي في الكمبيوتر وانا اقدر اجلس في البيت احله بس هو يروح هناك ما يشرح يقول انا ليش اشرح لكم انتوا اول شيء انا مقسمكم جروبين
انا اشرح لكم واللي بعدكم اروح اشرح لهم مرة. ما اسوي كذا، انا اصور فيديو وارفع لكم اثنينكم خلاص، بس ما عنده اي شيء. فهذه الاشياء اللي صارت. زين الخيار هذا اللي بنتوهق فيه احنا اذا ابى شو شلون الرجوع عندي. اتحداكم تشوف احد نفسي يخش في سالفه ورجع سالفه يخش في سالفه ثانيه. انا عادي يعني. انا تشوفني اتكلم في مثلا كونسولز، بعدين احول سيارات، بعدين اروح حق جيمنج، بعدين لا بس انا ارجع الموضوع نفسه. كول ايش يسمونه كول باك. ابل اذا سوت دي كذا في الارمر حطت في كمبيوتراتها، شلون تقدر هذا اذا سوتها شلون تحط البوتس لحق تدري؟ ما مره جربتها انا بوت حق وشو ويندوز. ابل عندها بوت كام هذا تفتحها وتنزل ايزو حق الويندوز وتثبته عندك. البدايه قالوا يمكن ما تقدر تسوي، الحين يقولون لك ممكن ابل تقدر تسوي تحطه. انا سمعت ان ويندوز اون ارم اللي هي ماك ارم ماك اوكي معادله ارم ارم ماك ما بيشغل ويندوز. لا قالوا لك الحين بتسوي بوت كام بتشغله، يعني هل في مع ويندوز لازم ويندوز اصلا اوريدي تدعم الشيء بعدل عشان تنزل ابل. يمكن ما يدعمون الا الويندوز اكس اللي هو الارم اديشن اللي ما بعد ينزل. ممكن ما ادري. سنابل لازم تبدأ على نفس البداية. وأنا بالنسبة لي يعني ماني متحسف على المعالج أو الجهاز اللابتوب اللي خدته أبداً، ماني متحسف. ولأن كيف أتحسف وأنا يوم أشتري أنا عارف إنه بينزل أصلاً الآن، بس إنك بتجلس سنتين لحق التحول الانتقال إلى آرم وعندك أجهزة قلت إنك بتنزل جهاز جديد اللي ماك تو منزلينه لازم 9 سنوات يدعم قدام. فأنا أشوف خصوصا ما في بديل حق زينون في آرم، ما في فكرة حق أي شيء. ما في أنت ما راح تجيب البديل. أنت ال I9 لحق إنتل ما في بديل حقه في آرم. أنت بتصنع جديد. أنا قصدي إن توصل لقوته بس ما توصل حق 256 threads. هذا المصانع دي الأشياء. لا ما توصل حق الأرقام، إحنا ما نبي الأرقام، نبي الأداء. أنا ما بيلنا 250 threads. ثاني شيء بعد إذا كذا النفسي يعني. ما نبي الأداء. أنا إذا كذا على كلامك أنا قاعد أفكر حرفيا أفكر بمعالج آيباد محطوط في الشاصي مال الآي ماك برو. لا قلت لك. في المعالج الايباد في الماك بوك. ماك بوك تقدر تحطه معالج الايباد في الماك بوك عشان يمشي. ماك بوك كبري 30 انش يمكن دربحه منه الاقل نسخه، بس بعدين الفئه العالي لازم فئه اعلى معالج ياخذ باور اعلى. انت جايب لي معالج ما ايباد الحمد لله حمك الله انت جايب لي معالج ايباد بتحطه في الجهاز يبي باور اعلى عشان تعطي اداء، ليش تقلل؟ ليش تجيب لي ماك تبي تشحنه ب 18 واط؟ لا انا قاعد افكر باللي هي اسمه صندوق مالهم ماك برو. ماك ميني اي صندوق الكيس ماك برو. ماك برو قاعد افكر بالماك برو. ماك برو يستخدم زينون. طيب أي. بس ما بعلى زينون انت وصلت هنا انه هو دي سي في البلاج اي ما باتري. كم الطاقه اللي تبي يعني هذا عندهم اكبر الزينون بالحاله يوصل كم يقرب ل 200 واط خلي ياخذ 100 195 تقريبا. تخيل معالج ارم ياخذ 100 واط. إيه هذا لا لا إيه هذا اللي افكر فيه. انا افكر فيه انه حرفيا يستخدمون نفس الكيس نفس كل شيء نفس الكولينج مالهم الكبير الفوضى وكل شيء، بس اللهم بدال ما هو سوكت زينون او تكنيكلي مو بسوكت مع هاندلي زينون ببلوط. ليش ملحم ليش ما تقول ابل قلطتها اللي سوتها قدام اللي سوتها اول ترجع تصححها؟ قصدك تصغرها اكبر من ليش تصغرها؟ لا دقيقه اكبر ما هو بحق ناس طبيعيين. اي انا عارف انه دي هي تصغيرها اول في انتر صارت مشاكل فيه راح رجعته كبير. ليش ما تقدر تصغره وتخلي عندك خيار انك تغير؟ هذه المشكلة إن كيف تغير الجرافيكس كارد اللي فيه لحق AMD. هذه البداية بالحالها اي بعد اللي هي P
بي ما خبري انا ارم تدعم بي سي اي اي. المهم هذا هذا البدايه لها شلون، لكن انك اذا سويت الجهاز يعني تخيل بهالكبر يعني مثلا خلها هالكبر بدل انها هالكبر اقدر احط فيه معالجين ما تدري ايه تدري انه اصلا ما مره اشتغل معالجين في ده في مذر بوردات اي تصير فيها غريبه فيها معالجين بس كان عندها القديم تقريبا القديم مره اولي تقريبا فيه ما ادري إيه بس ما مره اشتغلوا اثنين معالجين مع عد مضبوط ما تدري بس انه انت اذا وصلت ان الجهاز الكبير احنا انت اذا دخلت ارم ابل عندها الخيار لحق الجهازات كلها لازم تبدا جيل جديد انحف وكل شيء بتقول لك انحف واقوى بتسقط تقول لك ليش تبي بس في الماك برو ما ينحس بالنحافه لا ما يحس ذاك ذاك ما ذاك يبون الاداء هم ترى المطورين يوم سقروه خلوه زباله ده كانكم الله يوم سووا زباله كانكم الله مره ثانيه يوم سووه كانكم الله مره ثالثه بس ما كملتها يوم سووه كذا المطورين قاموا يشتكون لان الحراره والاشياء دي اللي سوتها لكن اذا صار هالكبر اكبر من بشوي انت اهم شيء تعطيني صج بريفورمانس اعلى من اللي موجود الان وبدون حراره الناس ما يبون الشكل اوكي جهاز مك... لا شوف هم بهم حطوه بال بال بال, بال... حق السيرفرز الثاني النظام الثاني تعرفهم اللي يشبكونهم مع بعض واللي يسوون يسوون مونتاج حق افلام مارفل انا اقول لك بس انا بطريقه انا اقول لك بحركه يعني اقول لك تخيل يصغر ما عليه يتم نفسه بس يصغر حجما يصير نفس الشكل اصغر لانه انت ايش بتحط معالج ارم يعني ما مش معالج مذر بورد كامل هل اللوجيك يدعم هذا هل لأن يبي لها هندسة مجدية من الصفر لازم أيه. بتسويه كلها من البداية في الصندوق الكبير وين بتحطها تحطها وين قصدك ما فهمت المذر بورد كله اللوجيك بورد كاملة وين تحطها وين تحطها في صندوق هذا الكبر أو شيء هذا كبر في طريقتين تحطها تحت أو فوق مثلا يعني بس هذا يعني فوق ولا تحت أو تستخدم زي اللي هي اكس بوكس سيريز اكس تحطه كذا في النص وتستخدم مروحة واحدة اير فلو والمسافة اللي باقي انا شريت المطبوخ بقول لكم اللي يبي يأجر داخل يبي يسكن انا كلمك المسافة ليش دي الموجودة كلها هي يعني هيت سينك ومروحة المسافة دي اوكي الهيت سينك كيف راح يكون شفت انت الجهاز الكبير حرفيا يعني تعال ما حد فكر فيها الماك برو قديم ما بقول اسمه اوكي اوكي يشبه الاكس بوكس سيريز اكس مربع ذاك ولا دائره نفس الفكره ما بهم مروحه واحده فوق كبيره وتطلع هي إيه نفسها بس ويسحب من تحت الهواء ويطلع من تحت ويطلع فوق بس هو ما هو في النص المعالج ولا اللي هي المذر مهله مجزئه كذا اوكي مثلا بس نوعا ما نفس الفكره يمكن ياخذون حرفيا يسوون سي 6 دائري كبير ما هو يعني اكبر من كذا عندهم خيار انه لازم يصغر اذا دخلت لكن كيف مو لازم يصغر يقدر يصغر بس مو لازم يصغر هذا ده مهب لناس طبيعيين حق هذا المسافه اللي بتوصل لها انت بتحط سيستم اون تشيب هذه هي الكلمه يعني اذا الماك بوك برو ذي اللي راح ينحفون عندي المساحه ذي انا اقدر اخلي نفسه بس كل شيء داخل صغير صار كله هيت سينك وكله مراوح اوكي انا بحط مسافه اني كيف بغير في الارم وبخليها فيها سلايد بحط فيها الجي بي يو حرفيا كذا تلقى اللوجيك المذر بورد يعني ها اصغر من ميني اي سي اكس اصغر من ميني اي سي اكس يسوون خيار جديد ابل نسوي ابجريد لهم نفس هو اوكي او ليج لو اس او اي سيستم اون تشيب اس او اس او اس او اس ما في سيستم اون تشيب اس او سي ما في سيستم اون تشيب بالعربي سيستم اون تشيب نظام في شريحه على شريحه النظام على الشريحه او النظام على الشيب الشريحه الشيب على النظام كله في شيء واحد كله فلو تسوي ذي الحركه
تخترع شيء جديد انك تقدر تسوي قطع شيل ركب بدي جي. او يقدرون يبيعون اللي هي الارم مالهم كساكت تحطه كابجريد هذا قدام للماك برو الحالي. هذه الحركه دي اللي تخلي الناس بس ما مر علينا ارم ساكت مر علينا ابل تبيع قطعه خارجيه تسوي ابجريد حق جهازك فيها وهذا يعني هذا الماك برو مو للناس طبيعيين هذا للناس للشركات حرفيا يشتغلون 15 سنه ما يطفون صح انزين يعني هذه القطعه دي لان الماك برو كيف تخلي اختلاف بين الماك برو بين الاي ماك اذا كانوا على ارم اثنينهم ان لازم في ابجريد ابجريدبل نفسه لانه هو الجهاز الوحيد اللي طيب اذا كيف تخلي ذي القطعه موجوده فيه طبعا الكلام حقك ممكن ما تغيره قبل بعد 10 سنوات او 6 سنوات 7 سنوات الماك برو نفسه ما يتغير اللي بعدين ذا الشيء الشيء الثاني راح تغير الحين ما فيها ابجريد الا الاي ماك بالحاله اللي هو 27 انش انك تغير الروم بس تسوي ابجريد ف راح نوصل لها بحر ثاني يفتح قبل تقدر تبيع المعالج اللي بكل 3 سنوات 4 سنوات تغير المعالج ب 2000 دولار مثلا او المعالج ب 2000 دولار تقدر تبيع وقف تغير المعالج تبيعك مثلا نقول لك ال AMD كروت الشاشه ما تشتغل فتبيع كروت معالج. شاشه AMD. معالج لا المعالج كله في المعالج يعني حرفيا سيستم ولا شيء يعني بس تشيل اي المعالج نفسه وكله في كل شيء جديد قدام فليش اقول لك ب 2000 المعقول وانا مني اللي ما اللي يرضى مخي بس هذا تخلص ما تجي ادري ما بس اللي ترضى مخي ترى قاعدين نسولف ترى في اشياء ممكن ما تصير اصلا واشياء مستحيل انها تصير الان تقول عنها اصلا غبيه اللي نقولها اللي قاعد اتكلم عنها لو افرض يعني مثلا اني احبك موت كمل لو افكر فيه ان ابل طلع جرافيكس كارد خاصه لهم تنشبك بدال ال AMD وتطلع هذا مو بسيستم ون شيب اي مو بسيستم ون شيب CPU بس CPU لان ورك ستيشن ما هو بالناس يعني ما هو باستخدام بشري ما حللني شيء دي تحل شنو ذا ما يح ذا لا عنده مشكلة هيت لا باور لا شيء إيش مشكلة إيش تبي تحل إنه بنحوله ARM يحوله ARM CPU تحطه CPU شو اللي فيه داخله CPU ARM chip CPU يعني ما بالسيستم ون شيب ما بالسيستم ون شيب ما بARM ARM مبني على شنو الآن بتقولي ARM في ARM عندنا ما لا ARM عادي يصير CPU عادي يحط بس CPU CPU ARM تحط أبجريد إذا حطيت CPU ARM يقول لك الحين ما يندعم اللي هي الجرافيكس كارد AMD لازم تشتري الجرافيكس كارد مالينا وتركبهم فوق ذا كله يبيعونه جديد في الستور يبيعونه جديد في الستور مالهم اللي هي الARM اللي هي الماك برو ARM إديشن يعني كامل من فوق لتحت ARM وبعدهم هم مشغلين على الأفتر برنر مو بالأفتر برنر هذا بالحالة سلايدز ينحط أفتر برنر مو هو يعتبر جي بي يو مبني على ARM يب ما أدري بس إن هذا الحركة اللي بالحالة هم ذي اللي حاطينه إن الأبجريد اللي لا والأفتر برنر اللي مالهم لجي تسوي له المونتاج اللي فيه شوف كيف الفرق الكبير فيه بس انك علي السي بي يو مع الماك برو انك توصل 28 كور اي مثل ما قلت انا ما بلازم لا دقيقه ما بعلن انا ما بعلن عليك الحين ترى انا ايوه بجيبك الحين بلفك يمين دق يسار الحين الحركه ذي دق يسار يمين ترى يسار الحركه ذي ان اذا سوت الارم ابل راح تلعب في الخطه بتدخلنا مشاكل مع ناس مع الويندوز مو مع ما بس مع الاندرويد الحين الويندوز عندنا 28 هو ورك ستيشن 10 ده 20 بس كور وليش هالقيمه ورك كذا انت تتوقع ان لو دخلنا هناك بنتم يعني ابل بتسوي اشياء ما ادري بس ان عندها القدره ان تسوي تنزل ارقام عادي ابل الحين تسوي سيستم اون تشيب تخيل انها تدقق تسوي بس سي بي يو تشيب سي بي يو
تقط كل شيء. هذا كل شيء عندها بس تشيب سي بي يو، اقوى تشيب سي بي يو تقدر تصنعه، اقوى ارم بيس تشيب سي بي يو تقدر تصنعه، بل يعني اعلى شيء تقدر تحطه، اكثر كورز تحطهم، باور كونسامشن ما فرقت معانا، حراره ما فرقت معانا. انا اشوف ايه انا لا اشوف الشيء اللي تقدر تسويه يمكن الان ما ادري، بس ارم الان ما تقدر، بس انه لو تنتظر قبل 5-6 سنوات قدام على نهايه يمكن نوصل حق ارم قدام شيء. ثاني حاجه ابل الحين ما بدات على ارم في اللابتوبات اللي عندها الاكسبيرينس حقها، شوف 13 سنه هنا الحين دخلت هنا، فتنتظر برضو زياده وتقوي في اللابتوبات، تقوي في اللابتوبات الين توصل مرحله اوكي الان نقدر نقط في ذاك. يعني انا توقعاتي يعني اقول لك انه مثلا ثريدز زياده، كورس زياده، كل شيء زياده، كل شيء دبل كلوك سبيد، اعلى حراره معدومه، يطلع 500 يسمونه سلسيوس يوصل درجه حراره الجهاز، دفايه نوكلير باور، نوكلير باور بلانت 1.5 تيرا بايت دي جي الجرافيكس كارد ب 25000 ريال. تيرا بايت 1.5 تيرا بايت ميموري، اي ميموري، انا اقول ليش تقول جرافيكس كارد، قلت ميموري الذاكره برمجه، ف 1.5 تيرا بايت سيستم اون تشيب فيها الرام سي بي يو رام في. من تخلقها لك وين السيستم اون تشيب؟ لا سيستم اون تشيب الرام معاه، اي كيف تجيب الرام اللي معاه ما ادري اي، بس اقول لك ان لو انهم يسوون سي بي يو بالحاله فهو يقرا رام بس ما ادري شلون تقدر ويبيعون، يمكن بعد يمكن هذه يعني انا اللي اقدر اشوف يقدرون يطورون بعمره، يعني يبيع لك ماذر بورد جديد، مادربورد جديد، جي بي واد جديدة، معالج جديد، يغيرون فيه يغيرون فيه يغيرون فيه من أبل، يشترون قطع من أبل ويحطونها بس. وثاني شيء ما حد يشتكي يقول والله القطعة غالية لأنه ما هو بلاك، هو ردي إيه لا لا أي ما هو بلاك، القطعة غالية، القطعة ما متوفرة، ما هو بلاك، راح يشترك شيء يعني ما هو بلاك، ما بالحق الاستخدام الطبيعي، اللي بيشتري not made for humans، اللي بيشتري بيطلع قيمتها ما شاء الله، بروجكت ولا بروجكتين يعني في نفس الوقت، ما راح يشترونه الشركة مو بالحق الإنسان العادي، ولا راح يشترونه الشركة المتوسطة، شركة اللي يعني شرطة شركة متوسطة بس عندها يعني ديل خطير ويحتاجون القوة. يعني أعلى شيء في الجرافيكس الميموري 25000 ريال دولار أدفع فيه فوق ال 25000 اقدر اشتري بها الكوات مستعمله حق ميموري. المهم ميموري ولا هالكوات مستعمله، المشكله ان هل تصنيع شلون في امريكا ما تدري عنه، الموضوع عشوائي ما فرقت معاهم، اللي يجي عندنا مصنع في امريكا ولا ايه، لكن اوريدي يعني بطيء لو بتشتري اسبوعين يبيع لما يجي، اتوقع بسبب الكورونا فايروس يصير المصنع مو في كنتاكي، هم المصنع عندهم لا في ماكدونالدز تحت في تكساس، تكساس من تحت في الدنيا. المهم ترك فاني واجد يا اخوي، المهم خلاص الساعه 2:10 سوالف افتر دارك، الحين الجماعه كلهم بيجون من تحت المدينه هناك. المهم فاتوقع ان الفيديو خلاص كذا وصلنا هيك كل شيء، ف ان شاء الله عجبكم الفيديو، ونشوف قدام شلون الاشياء وشلون، وإذا ما عجبكم طويل كبداية ما راح نقدر نقول إنه أوكي واو سولفنا كثير، شوف قدام. ففي نهاية الفيديو لا تنسون أو السوالف لا تنسون اشتراك في القناة واشتراك في كل حاجة، والسلام عليكم.